السلام عليكم يا شباب، يلا بينا نكمل ايه محاضرة الـ SVM. ماشي، احنا كنا آخر حاجة كنا وقفنا عندها في هذه السلايد، فإن شاء الله برضو ايه في بس تو نوتس. أول نوت إن غالبا ايه هنقسم الفيديو ده لحاجتين، لأنه أصلا فاضل حاجتين. أول حاجة الجزء بتاع الـ non-linearly separable data، ماشي، ازاي ان احنا نتعامل مع ازاي نطبق الـ SVM اللي هو أصلا linear model مع الـ non-linearly separable data. دي رقم حاجة، وده انا اعرف فيها شويه كيرنلز كده، وايه هي الكيرنلز وبستخدمها ازاي وهكذا يعني. واخر حاجه خالص بقى نتكلم عن الايه ان السوفت مارجنز، ماشي. اللي هو احنا هنا دايما كنا شغالين اللي هو ايه، انا دايما هفترض ان الاس في ام بتاعي هيكلاسيفاي كل حاجه صح، فده اسمه هارد مارجن. لو انا مفيش حاجه بتعمل غلط، ولكن احنا زي احنا عارفين عاده احنا ما بنبقاش عايزين ان الان سامبل يكون 100%، لان ده ممكن يؤدي الى اوفر فيتنج مثلا ومشاكل زي كده. فعادي احنا ممكن مثلا نقلو ان يكون عندي ايه حاجات مس كلاسيفايد، يعني هنا يكون اكس مثلا وهنا يكون او، وعادي برضو هقلو ان ممكن كيس زي كده تحصل. دي اسمها ايه السوفت مارجن. في السلايدز هنا هو كان السوفت مارجن قبل النون لينير ديسيبل، ولكن ايه انا هشرح النون لينير الاول، فهتلاقيني عكس شويه في السلايدز يعني. ماشي، فدي شويه الايه النص بس اللي حبيت اقولها، وان شاء الله ايه الفيديوز دي ما تطولش مننا يعني، ربنا ييسر الحال. طيب اخر حاجه خالص احنا كنا قفلنا عندها كانت الايه، كانت الحته بتاعت الليف 1 اوت كروس فاليديشن ايرور باوند، ماشي، وكنا وقفنا هنا. طب هو اصلا انت لو فاكر من محاضره الفاليديشن كان اصلا ايه هو الليف 1 اوت كروس فاليديشن؟ كان ببساطه ان انا لو عندي ان داتا بوينتس، ماشي، فافترضنا دول ان، ماشي، انا واحد هنا اثنين وهكذا لحد ايه ان. فاحنا كنا بنعمل ايه، كنت بروح اختار واحده تبقى هي بوينت واحده بتكون هي الفاليديشن بتاعي، ماشي، وباقي وبترين الموديل بتاعي على كل الايه الان ماينس 1 دول، ماشي. وبعد كده بقوم جاي اجي في الايتريشن احسب الايرور طبعا الاول، ماشي، بحسب الايرور اللي هو اي 1، بعد كده اروح السكند ايتريشن اقوم جاي اخد الواحد وكل البوينتس واخلي الاثنين بوينت الثانيه هي اللي ايه هي الفاليديشن وهكذا. فبيطلع عندي في الاخر ايه، بيطلع عندي في الاخر ان ايرورز. بجيب الافرج ايرور ازاي بقى ايه، بجمع كل الايرورز اللي طلعت لي واقسم على ايه، واقسم على عددهم. فهي دي كانت الفكره بتاعت ال 1 الليف 1 اوت كروس فاليديشن. وبعد كده اتكلمنا بقى على الايه الكي فولدنج وهكذا يعني. المهم، فهو هنا بيقول لك ايه، بيقول لك لو انا عايز اطبق الليف 1 اوت كروس فاليديشن على مين، على السبورت فيكتور ماشين. طب هو ايه اللي هيحصل، او انا عايزك تفكر معايا كده، اللي هيحصل ببساطه ايه، ان انا دلوقتي مين البوينتس المهمه عندي هنا في الـ في الاس في ام. البوينتس المهمه عندي دايما في اس في ام هم السبورت فيكتورز، اللي هم البوينتس اللي بتحدد لي الفيكتور بتاعي. فانا مثلا لو انا عملت الليف اوت كروس فاليديشن، هل لو انا شلت البوينت دي، لو انا شلت البوينت دي وعملت الفاليديشن عليها، دايما الايرور بتاعها هيطلع بكام؟ هيطلع بصفر، لان هي هتبقى كوركتلي كلاسيفايد. نفس الكلام في البوينت دي، لو عملت لو شلتها وعملت تريننج، كده كده السبورت فيكتورز دايما هيطلعوا ايه؟ دايما هيطلعوا ثابتين. يعني لو انا ما شلتش البوينتس دي وحسبت وقعدت ترين الموديل، دايما الماكسيمم مارجن والسبورت فيكتورز اللي هيطلع لي الماكسيمم مارجن هيكون هم ايه؟ نفس البوينتس. طب ده هيوصل لايه؟ ده هيوصلنا ان اي بوينت مش في السبورت فيكتور هي دايما الايرور بتاعها هيكون بكام؟ دايما الايرور بتاعها هيكون بصفر. طب ايه بقى، ايه بقى اللي هناخد بالنا منه؟ اللي هناخد بالنا منه ان لو انا جيت خليت البوينت بتاعت السبورت فيكتور، ان البوينت بتاعت السبورت فيكتور هي الفاليديشن، فايه اللي هيحصل ساعتها؟ اللي هيحصل ساعتها ان انا مثلا لو افترضت ان الاكس دي هي دي اللي هفاليديت بيها، فدي مش تبقى في التريننج. فساعتها اللي هيحصل ايه؟ اللي ساعتها هيحصل ان المارجن ده هيكبر، لان ساعتها هيبقى اقرب بوينت بالنسبه له من عند الاكس هتكون دي، فساعتها المارجن هيبقى ايه؟ هيبقى لحد هنا كده. فاللي هيحصل ايه؟ لما هاجي فاليديت بالبوينت دي هلاقي انه هيحصل ايرور. ليه؟ لان ساعتها اللاين بتاعي اللي هيتحط هيبقى غالبا فين؟ هيبقى غالبا في الحته دي كده مثلا، ماشي؟ هيبقى غالبا في الحته دي، لو افترضنا انه هيبقى كده، فغالبا المارجن او الميدل بوينت هيبقى في الحته دي، فساعتها البوينت دي اولا هتبقى جوه المارجن او هتبقى في ناحيه الايه؟ او هتبقى في ناحيه البلو، ماشي؟ فساعتها هيحصل ايرور. فنستندنج من كده ايه، نستندنج من كده ان الايرور بتاعنا الابر باوند بتاعه ان هو يكون ايه، ان هو يكون عاده بيحصل نتيجه ان احنا نستخدم السبورت فيكتورز هم كفاليديشن. وعشان كده وصلوا في الاخر للكونديشن ده، انه بيقول لك ايه، انه غالبا الكروس فاليديشن بتاع الايرور، يعني في الكروس فاليديشن بتاع الاس في ام بيكون ايه، بيكون عدد السبورت فيكتورز على مين، على الان. والديفيجن باي ان ده عادي، ده اصلا جاي من الايكويشن بتاعت الكروس فاليديشن، ان انا ايه بجمع الايرورز. واحنا زي ما قلنا بما ان كل البوينتس اللي مش سبورت فيكتورز الايرور بتاعها هيبقى صفر، فدايما ايه هكون بقى كاني بجمع اصفار يعني.
فالوحيدين بس اللي بيأثروا معايا بيكون مين؟ النمبر اوف سبورت فيكتورز. طب هو ليه مش ايكوال؟ لان ببساطه انت ممكن مثلا تشيل سبورت فيكتور ده مثلا، وتلاقي ان هو لما هتيجي تعمل كلاسيفيكيشن بعد كده هي ايه؟ هيحصل له كلاسيفيكيشن صح. طب ازاي؟ لان باقي السبورت فيكتورز هتكون ايه؟ بتغني عنه، يعني بتغني عن وجوده. لان انا لو شلت مثلا ده هلاقي ان الثلاثه دول اصلا بايه؟ بيخلوني اوصل لنفس السبورت فيكتور، في ساعتها لما اجي ابص على البوينت دي هلاقي ان هي ايه؟ هلاقي ان هي بيحصل لها كلاسيفيكيشن صح. فعشان كده بيبقى ليس ذان اور ايكوال. فالابر باوند بتاعنا ان هو بيكون ايه؟ نمبر اوف سبورت فيكتورز، ودي نقطه مهمه عشان احنا نستخدمها في ايه؟ في كل اللي جاي. خلي بالك دايما ان انت تكون فاكر ان دايما الايرور بتاعي في الاس في ام بيكون ايه؟ بيكون ديبندنج اون ذا نمبر اوف سبورت فيكتورز. فانا دايما ببقى عايز ان اوصل لايه؟ اقل نمبر اوف سبورت فيكتورز، يعني ده دايما الايه؟ الهدف بتاعي. وده بيكون زي جنراليزيشن انديكيشن ليا كده، ماشي. فهي دي النقطه بقى بتاعت الايه الليف وان اوت يعني، وان شاء الله يكون كله ايه فاهمها يعني. طيب تعالى بقى نخش على حاجه مهمه جدا، الا وهي ايه؟ هل احنا دايما طول عمرنا يعني الداتا هتبقى لينيرلي سيبربل؟ لا مش هتبقى لينيرلي سيبربل، ولكن اللي احنا خدنا بالنا منه ان الاس في ام هو موديل قوي جدا. ولكن احنا في الاول خالص لو فاكر قلنا ان الاس في ام ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن لينير موديل، هو موديل بيدور لي على خط يفرق ما بين الداتا، وبعد ما بفرق ما بين الداتا ببدا ان انا ايه؟ احسب اكبر مارجن عشان ايه؟ اتوليريت النويز. لو عندي نويز يبقى انا ايه؟ بسمح ان يكون في نويز، واحاول اوصل لاكبر او احسن موديل يسمح لي ان يكون ايه؟ عندي اكبر كميه من النويز يعني، تمام. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك والله احنا عندنا دلوقتي تو كيسز. بقى ايه هما؟ تو كيسز للنون لينير ريسيبربل داتا. ايه اللي هما؟ اول كيس ان يكون انت عندك سلايتلي نون لينياريتي، اللي هو ايه؟ اللي هو ببساطه يكون مثلا عندك بوينت شبه الاكس هنا كده، والبوينت شبه الايه؟ شبه الاو هنا. فساعتها ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا ممكن افترض ان التو بوينتس دول اوتلايرز واشيلهم، وساعتها هرجع الداتا ايه؟ ساعتها هرجع الداتا تاني ان هي ايه؟ لينير ريسيبروكال. او اسيوم ان انا هقلاه مثلا توليرنس عندي في الايرور، اقول والله ماشي انا ممكن اسمح ان يكون عندي ايه؟ اب تو 10% ايرور. فايه لو الاكيورسي 0.9 انا هفترض ان ده ايه؟ لينير ريسيبروكال، تمام. فده حاجه اسمها سلايتلي نون لينير. نون لينير ايه؟ سلايتلي نون لينير سبيس او داتا، ماشي. ولكن بقى في بوينت تانية ان يكون فعلا الايه الداتا عندك نون لينير، يعني انت هنا الداتا عندك ايه في شكل راديال، انت لازم تكون عندك سيركل عشان تقدر ان انت تسيبريت الايه سيبريت الداتا. ما ينفعش مثلا تقول لي انا هحط مثلا لاين كده والاو توليرنس، لا انت كده هيكون عندك ايرور كبير جدا. فساعتها ده بيبقى ايه؟ ده بتبقى سيريسلي نون لينير ايه داتا، تمام. فاحنا عندنا نوعين من الاس في ام زي ما كنت بقول لك. اول نوع اللي هو السوفت اس في ام، وده اللي بيتعامل مع السلايتلي نون لينير سيبربل داتا. وعندنا بقى الايه النوع الثاني، وده اللي احنا نقعد نتكلم فيه في الفيديو ده، يعني اللي هو الايه اللي هو الكيرنلز. بستخدم كيرنل عشان اقدر ان انا ايه اعمل ترانسفورميشن، اروح يعني شايف اللي على اليمين دي الشكل ده، لو انا رحت ماشي في سبيس يكون السبيس ده بيعبر عن كل بوينت مثلا في شكل سيركل. فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان انا ممكن اترانسفير او اغير شكل الدايره دي، شكل الدايره دي في السبيس. السبيس ده مثلا نفترض ان هو الاكس سبيس، لما هروح للزد سبيس ساعتها البوينتس بتاعتي هتبقى ايه؟ هتبقى لينيرلي سيبربل عادي، يعني كل الازرق ده هيكون في حته، هيكون هنا مثلا في الريجن دي، وكل الاحمر هيكون في الايه؟ في الريجن دي، واقدر ساعتها الاقي اللاين اللي بيفرق ما بينهم، تمام؟ هو ده بالظبط اللي احنا ايه؟ هنشوفه يعني. طيب فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله a linear classification hypothesis h of x is linear in terms of ايه؟ of weight vectors. يعني ايه؟ يعني بيقول لك والله اللينير كلاسيفيكيشن انا دايما لما باجي اطلع في الاخر بيبقى ايه؟ بيبقى عندي الهايبوثيسز بتاعي. فهو بيقول لك الهايبوثيسز ده بيكون دايما لينير سيبربل في ايه؟ بالنسبه لمين؟ بالنسبه للداتا. يعني احنا دايما بنوصل لايكويشن ان هو لينير سيبربل، يعني انا مجرد استخدم الساين بس اقدر اقول هو ايه؟ هو تبع البوزيتيف تيرم ولا تبع النيجاتيف تيرم، ماشي؟ طيب وبعدين؟ بعد كده بيقول لك فوالله we can use linear models for classifying non-linear separable data. ازاي بقى؟ عن طريق ان احنا نستخدم non-linear data transformations. يعني ايه non-linear data transformations؟ يعني انا ببساطه انا عندي المفروض ال space اللي هو الاكس ده، وعندي ال space اللي هو الزد. انا هستخدم non-linear transformation. يعني ايه non-linear transformation؟ ال non-linear transformation ان انا هاخد الاكس بوينت احطها ادخلها جوه function non-linear، زي ايه مثلا؟ زي square function بس، ادخل الاكس تطلع لي اكس سكوير. اللينير فانكشنز اللي هي عادي انا بدخل مثلا لو انا عندي اف اوف اكس فهتطلع لي مثلا ايه؟ اي اكس بي اكس وهكذا، اللي هو بضرب في كونستنت، فانا ايه بحافظ على اللينياريتي بتاعتي بس. فانا لما اعمل حوار النون لينياريتي ده بتحول لسبيس يكون فيه الايه؟ يكون فيه الداتا بتاعتي لينيرلي سيبرال، وساعتها ارجع اقدر اطبق نفس الاناليسز اللي انا كنت مستخدمه قبل كده، واوصل لايه؟ واوصل ان انا اقدر استخدم الاس في ام ايه بروبرتيز يعني، تمام. فهو ده الايه؟ ده الاكزامبل على الكلام. فهو بيقول لك والله انا عندي مثلا السبيس بتاعي اللي هو ده في الاكس سبيس،
فانا عندي البوينت بتاعتي بريبريزنتد بايه؟ باكس 1 واكس 2، اللي هو ممكن تفترض ان الاكس 1 ده اللي هو زي الاكس اكسس، والاكس 2 ده اللي هو الايه؟ الواي اكسس بتاعك، ماشي؟ خلينا بس بنسميه اكس 1 واكس 2 عشان يبقى ان ترمز اوف فيتشرز يعني، تمام؟ فانا بالنسبه لي الفاي دي هي دي الايه؟ النون لينير فانكشن اللي انا هدخل عليها البوينت بتاعتي عشان احولها لايه؟ احولها لنون لينير، احولها للايه؟ للزد سبيس. لما احولها للزد سبيس هيطلع الشكل زي ما انت شايف كده. البوينتس كلها بقت فين؟ بقت اقدر ان انا اسبريت ذيم بايه؟ بلينير سيبريت. وهو دي الفكره بتاعتنا كلها، دي الايه؟ النون لينير ترانسفورميشنز يعني. ماشي؟ ماشي. طيب وبعدين بس، فهو بقى بيقول لك هنا ده نفس الكيس، انت عندك الستبس بتاعتنا بتمشي ازاي؟ والله انا عندي الايه؟ الداتا بتاعتي نون لينير سيبريت، تمام؟ فانا هعمل ايه؟ هاخدهم او جاي مطبق عليهم ايه؟ نون لينير فانكشن، بحيث ان انا احولهم للزد سبيس. الزد سبيس ساعتها الداتا بتاعتي هتكون ايه؟ هتكون لينيرلي سيبريبل، فانا اقدر ساعتها استخدم الاس في ام وايه؟ واسبريت ذيم يوزنج ذيس ايه؟ يوزنج ذيس لينير سيبريشن، ماشي؟ وطبعا اللينير سيبريشن ده هيكون ان ترمز اوف ايه؟ ان ترمز اوف زد. طب انا لو عايز ارجع بقى اكلاسيفاي على الايه؟ في الاكس سبيس، خلاص ما انا كده كده معايا المابينج فانكشن، مش انا معايا الفاي، وانا عارف بالظبط مثلا ان لو الفاي بتقول لي ان الاكس عشان اوديه للزد ده هيبقى اكس سكوير، فانا اقدر ارجع تاني عن طريق ان انا ايه؟ اخد الروت، ماشي؟ بس فانا اقدر ان انا خلاص طالما معايا الفاي وهي انفرسبل، فانا اقدر ان انا ايه؟ اروح واجي ما بين الايه؟ ما بين السبيسز بتاعتي ببساطه. فانا خلاص لو عملت لهم سيبريشن في الزد، اكني بالظبط عملت لهم سيبريشن في مين؟ في الاكس اكسس، ماشي؟ او في الاكس سبيس، ماشي؟ بس فهو ده الايه؟ ده اللوجيك اللي احنا بنمشي فيه، ان انا ببساطه ايه؟ ده الجزء ده هو في الاكس سبيس، وده الجزء في الايه؟ في الزد سبيس. انا ببساطه عندي الاكس بوينتس هحولهم لزد عن طريق ان انا استخدم مين؟ النون لينير فانكشن. فكل البوينتس اللي عندي اللي هي كان اسمها اكس هتحول لبوينت اسمها زد في الزد سبيس. وطبعا الليبلز بتوعي هم هيفضلوا ايه؟ هم نفس الليبلز، مش هيتغيروا. هم الليبلز في الاكس اكسس هم نفس الليبلز في الواي اكسس، يعني هنا البوينت الزرقاء فضلت ايه؟ زرقاء، والبوينت الحمراء فضلت ايه؟ حمراء. فالليبلز ما بتتغيرش. في الاكس اكسس انا ما بقاش عندي ويتس، او في الاكس سبيس انا ما بقاش عندي ويتس، لان انا كده كده مش هعرف ان انا اعمل لهم سيبريشن. ولكن انا في الزد سبيس هعمل هيبقى عندي الويت فيكتور عشان اقدر ان انا ايه استخدم او اطلع مين؟ اطلع اللينيرلي سيبربل بلين ده او لاين وات ايفر. المهم يعني، وبعد كده في الاخر خالص ايه هيبقى عندي الجي فانكشن ده اللي هو الموديل بتاعي، هيبقى عباره عن ايه؟ لينير موديل، اللي هو بس مجرد ان انا بستخدم الساين، والدبليو ده اللي هو الويت فيكتور اللي انا طلعته في الزد سبيس، والفاي اوف اكس عشان ايه؟ احنا الاول كان بتبقى دبليو في الاكس، دلوقتي بقى هيبقى دبليو بار اللي هو انا جبته في الزد سبيس، واضربه في فايل اكس، لان انا دايما ابقى عايز ان انا ايه؟ احول الاول للزد سبيس، وبعد كده اعمل الايه؟ اعمل الكلاسيفيكيشن بتاعي، تمام؟ فهو الموضوع ايه؟ بسيط خالص. طيب وبعدين هو بيقول لك والله هي النون لينياريتي بقى بتمشي بهذه الايه؟ بهذه الفكره، يعني اللي هو ببساطه انا ببقى عندي اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان انا ايه؟ ان انا ببساطه شغال عندي الاكس سبيس هو بلونج لايه؟ بلونج للسبيس اللي هو الدي دايمنشن، احنا كنا شغالين بالدي دايمنشن، وعندي عدد البوينتس اللي هم الايه؟ الان. فهو احنا لما جينا نحول حولنا للزد سبيس برضه في نفس الايه؟ في نفس الدايمنشناليتي. فبيقول لك الان ده اللي هو السايز اوف تريننج داتا، ودي ده اللي هو الدايمنشن بتاع الانبوت ايه؟ الانبوت سبيس اكس. ماشي. بس هو هنا بقى خد بالك من حاجه، هو هل انا لازم دايما الدايمنشن اللي انا شغال فيه في الاكس اكسس يكون هو نفس الدايمنشن اللي انا هروحه في الزد اكسس؟ يعني ايه؟ يعني احنا هنا لما كنا شغالين ان انا الاكس سبيس عندي كان 2 دايمنشن، لما عملت النون لينير ترانسفورميشن رحت برضو لحاجه ايه؟ لحاجه 2 دي. هل ده لازم؟ هل دي الكيس دايما؟ لا مش لازم. انت ممكن تكون شغال في حاجه 2 دايمنشن في الاكس سبيس توديها لحاجه infinite dimension في الزد سبيس، وهنشوف الكيس دي بتاعتنا ايه واحنا بنتكلم في باقي الستايلز يعني، تمام؟ فعشان كده هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا مش لازم ان هما الاثنين اعمل لهم دينوشن يعني بالدي، لا انا هقول ان ده الاكس سبيس هعمل له دينوت بالدي، والزد سبيس هعمل له دينوت بالايه؟ بالدي بار او تلد، ماشي؟ ماشي. فهنا هتلاقي ان انت ايه؟ في تلد، خلي بالك منها هي دي. طيب وبعدين بس بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنمشي بقى بنفس الابروتش بالظبط بتاع الاس في ام. ايه الابروتش اللي كنا بنمشي بيه؟ ان انا ببساطه عندي الويت فيكتور اللي انا هطلعه، وقلنا ان هو تلت عشان انا في الزد سبيس، وقلنا ان احنا بنحط الهاف والفي سكوير، ده كل حاجه اتكلمنا عليه الفيديو اللي فات يعني، مش هنعيدها. وبس بيبقى عندنا الايه؟ الكونديشن بتاعنا. الكونديشن بتاعتنا دلوقتي هتتغير ليه؟ لان بدل ما كان الكونديشن الاول كان دبليو في كان دبليو في الاكس بلس البي لازم يكون اكبر من او بيساوي الواحد، لا احنا دلوقتي الايه؟ الاكس دي مش تبقى اكس، انا عايز احولها الاول لزد سبيس. فساعتها اقوم جاي اقول ان هي الفاي وفي الاكس، ماشي؟ ده كده النون لينير فانكشن. والدبليو احنا قلنا ان هي هتبقى دبليو في الزد سبيس، فهتبقى دبليو بار. والبيتا زي ما هو ده البايس بتاعي، البايس ده هيفضل زي ما هو، ماشي؟
بس. فانا كده حرفيا بطبق ايه؟ بطبق الاس في ام كانه لينير موديل عادي، بس فين؟ في الزد سبيس. ماشي ماشي يا سيدي. بس فتعالى بقى نشوف ايه اللي بيحصل. بس فبيقول لك والله ايه، بيقول لك بس هي في مشكله صغيره. ايه هي؟ ان ببساطه عشان اقدر ان انا احول من الاكس سبيس للزد سبيس، دي عمليه كومبيوتيشنال اكسبنسيف. يعني ايه؟ يعني انا ببساطه محتاج اعدي على كل بوينت من عندي، او جاي الاول اروح احولها لايه؟ اروح احولها للكورسبوندنج زد ايه؟ زد ليبل بتاعها، اللي هو اوديها للزد سبيس. وبعد ما اوديها للزد سبيس ابدا بقى ان انا ايه؟ ابدا بقى ان انا اسمه ايه ده؟ ابدا بقى ان انا اعمل الانر برودكت مع الويتس عشان اقدر ان انا اطبق الايه؟ اطبق الاس في ام لوجيك بتاعي وهكذا يعني. فبيقول لك ان انت ببساطه العمليه دي بتاخد كومبيوتيشنز كتيره جدا جدا جدا، خصوصا ايه بقى؟ خصوصا لو انت الدايمنشن بتاعك زاد. يعني انت كل لما الدايمنشن بتاعك اللي انت رايح له بيزيد، كل لما الاوبريشنز والكومبيوتيشنز اللي انت بتحتاجها بتزيد. ده غير برضو ان انت محتاج تخزن الكلام ده في الفورم بتاعه في الزد سبيس، وتقعد تيماجن الموضوع وهكذا يعني. تمام؟ تمام. بس فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله لو افترضنا مثلا ان انا عندي سكند اوردر فانكشن، ماشي، فالسكند اوردر فانكشن هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك البوينتس في هذا الشكل. تمام؟ فبيقول لك الدايمنشنال اللي انت هتروح لها يعني بتبقى ايه؟ بتبقى في اوردر الدي سكوير بتاعك. ماشي؟ بس فايه بقى؟ فهو احنا بقى عايزين ان احنا نلاقي طريقه، يعني هو بقى الهدف من الكام سلايد الجايين والكيرنلز اللي جايه والكلام ده كله، ان احنا عايزين نلاقي طريقه ان اولا نشوف ازاي ان احنا ممكن نقلل الكومبيتيشنز دي، ونلاقي طريقه تانيه ان احنا اصلا ما نروحش للزد سبيس. يعني انا هنا لازم كان الاول اروح للزد سبيس اللي قدامي دي، واتخيل ان هو المفروض يكون دايره، والمفروض ان انا بما انه دايره احوله مثلا لشكل الراديال فورم عشان اقدر ان انا اسيبريت ما بينهم وكده. لا، انا بقى عايز ان انا اصلا ما اروحش للزد سبيس. هل ينفع اعمل كده؟ طب هو اصلا احنا الزد سبيس ده عايزين نعرف هو بيفيدنا في ايه اصلا، عشان نقدر ان احنا نشوف لو هو ما بيفيدناش غير في حاجات معينه بس، طب ما احاول اعملها وانا في الاكس سبيس. تمام؟ بس فهو ده اللي احنا ايه؟ هنبدأ نشوفه في اللي جاي يعني. تمام؟ تمام. طيب هو هنا برضه في السلايد دي، عشان بس برضه نبقى فاهمين يعني الايكويشنز دي بتقول ايه يعني. بص، هو هنا ببساطة بس بيحاول يوضح لك ان الدايمنشنز اللي انت هتروح لها هتبقى كبيرة عاملة ازاي. فهو هنا بيفترض يعني، يفكك من دي دلوقتي، ولو افترضنا مثلا ان انا عندي ايه؟ عندي x1 ماشي و x2 ماشي، وانا عايز اروح للسكند ديجري، فاهم؟ فالسكند ديجري ده اللي هو اكني ايه؟ بعمل سكوير. طب انا لو عملت سكوير، المفروض الشكل بتاع الفانكشن بتاعتي بتبقى عامله ازاي؟ بيبقى الاول سكوير x1 سكوير ماشي بلس x2 سكوير بلس ايه؟ بلس الكروس تيرمز بقى، اللي هو 2 في x1 في x2 ماشي؟ ولا افترض يعني ان ده فيه انا بلس مثلا او اي حاجه يعني. ماشي؟ طيب. وبعدين بس ده ان ترم ان انت بس كنت شغال عندك 2 بوينتس. طب افرض انا كان عندي فيكتور اوف دي دايمنشن، فانا فيكتور اوف دي دايمنشن ده يعني انا هيكون مثلا عندي 3 ترمز ولا 4 ترمز ولا دي ترمز، فاهم؟ فانا عشان اروح لهاير دايمنشن، فانا ساعتها ايه اللي هيحصل؟ اللي ساعتها هيحصل اولا ان انت هيكون عندك ايه؟ 2 في دي. ليه 2 في دي؟ لان انا ببساطه اول حاجه خالص انا هيبقى عندي x1 يعني. بص، انت اول حاجه خالص هتحط الايه؟ كل الترمز زي ما هي عادي، اللي هو x1 والx2 والx3 وهكذا، هتنزل بيهم زي ما هم. تمام؟ وبعد كده هتنزل بالسكويرز بتاعتهم ماشي، اللي هو x1 سكوير x2 سكوير x3 سكوير لحد ال xd سكوير. تمام؟ فكده انت عندك الايه؟ الاثنين في الدي. وبعدين وبعد كده يبقى عندك بقى ال اسمه ايه ده؟ دي سي 2 اللي هو الكومباينيشن. انا عندي دي بوينتس وعايز ان انا ابدا ايه؟ اجيب الكروس تيرمز بتاعتهم، فانا هيبقى عندي x1 x2 x1 x3 وهكذا بقى، اجيب كل الكومباينيشنز بتاعتهم. فانا هنا طلعت، لو فكيت الكلام ده هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي حاجه دي سكوير بلس 3 دي على 2. فعشان كده كنت بقول لك ان هو هيبقى اوردر اوف حاجه دي سكوير. فالدايمنشن ده كله لما هيكبر، يعني احنا لو افترضنا مثلا ان انا عندي الديب ب 10، هتروح للسبيس هيكون 100 ايه؟ هيكون الدايمنشن بتاعه 100 مثلا. تمام؟ اللي هو اوردر اوف 100 بس. تمام؟ فعشان كده هو بيقول لك ان انت عشان تحسب حاجه زي كده هو بيبقى كومبيوتيشنال اكسبنسيف، خصوصا برضه انت ممكن تطلع على سبيسز اكبر من كده كمان. ماشي. فايه فهي دي كانت الحته بتاعه الايه، ان هو بس يعني بيوريك ان هو كومبيوتيشنال اكسبنسيف يعني. تمام؟ وطبعا بقى كل لما الفانكشن اللي انت هتستخدمها هتبقى مور كومبلكس، كل طبعا ما ايه مع الكومبلكس بتاعتك هتزيد. طيب. وبعدين بس فهو بقى هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا عايزين نشوف الدول فورم بتاعنا. ايه الدول فورم؟ اللي ببساطه انا عايز اشوف الابروتش التاني ازاي، ان انا مثلا من فورم احوله لفورم تاني عشان اقدر ان انا احله بسهوله. ده اللي احنا كنا اتكلمنا فيه في حته الدواليتي. فاللي حصل ايه؟ فاكر الايكويشن دي؟ مش هي دي كانت الايكويشن بتاعتنا اللي احنا وصلنا لها في الاخر؟ بس كان الفرق كله ان انا بدل الزد دي كنت حاطط اكس، صح؟ مش انا كنت حاطط الاكس ام في اكس ام، دي كانت اخر حاجه خالص وصلنا لها. تمام؟ فهو بيقول لك بما اني عايز احوله للزد سبيس، انا كل اللي انا هحتاج اعمله ان انا بس اشيل ايه؟ اشيل الاكسز واحط الزد. ماشي؟
وافضل برضو تحت الايه، تحت السيم اسمه ايه ده، السيم كونسترينز يعني. طيب هو بقى كان في انا سؤال مهم، بيقول لك هل التغيير ده هيفرق معايا في اي حاجه غير ان انا رحت للسبيس الجديده؟ يعني انا دلوقتي، انا المفروض دلوقتي كنت في الاكس سبيس حلو، وبعد كده انا عايز اروح اشتغل في الزد سبيس. طب انا كون ان انا رحت الزد سبيس، ايه اللي اصلا اللي هيختلف عن ان انا كنت في الاكس سبيس؟ ايه كل الحاجات اللي هتختلف؟ عشان لو في اختلافات كتيره يبقى انا لازم اروح للزد سبيس، لكن لو الاختلافات مش كتيره وهو مجرد مثلا حاجه معينه او مثلا ماثماتيكال اوبريشن معينه، طب ما انا احاول اعملها وانا في الايه؟ وانا في الاكس سبيس، واوفر الاوبريشنز اللي انا احتاجها، واوفر ان انا اصلا اروح لايه؟ اروح للزد سبيس او اعمل الكونفرجن ده كله، تمام؟ فهو بيقول لك ايه؟ تعال نشوف احنا ايه الحاجات اللي هتتغير. والله ببساطه ده كان الايه؟ ده كان الكونسترين بتاعي اللي انا عايز احققه، ده الكونسترين الجديد اللي انا عايز احققه، ان هو كل حاجه تفضل زي ما هي، ولكن انا عايز اشتغل فين؟ عايز اشتغل في الزد سبيس. لما هنيجي نوصل للفاينل هايبوثيسز بتاعنا هتلاقي ايه؟ لما كنا برضو في الاكس سبيس كان الايه؟ كان كل هو نفس الحاجه بالظبط، ولكن دي كانت اكسات. وهنا برضو البيتا كان اخر حاجه كنا وصلنا لها، يعني استنى عشان بس ما ابقاش بقى بتكلم كده وانت مش متخيل معايا. بص هو ده كان الايه، ده كان الاخر فورم احنا وصلنا له، اللي هو كان في الاخر الموديل بتاعي كنا قلنا ان هو عباره عن لينير موديل عشان انا بستخدم الساين بس، وبدل وكان ايه، قلنا ان انا هضرب الويتس في الاكس واجمع عليه البايز، والبايز ده اللي هو ايه، كان الدبليو زيرو بتاعي ماشي. طيب كنا بقى وصلنا ان الفانكشن بتاعي او الموديل بتاعتي تبقى عباره عن ايه، كانت هتبقى عباره عن، احنا كنا وصلنا ان الويت بتاعي، ان الدبليو بتاعتي كانت عباره عن الفا في واي ان في اكس ترانسبوز، تمام؟ ده كنا وصلنا له، وهضرب الكلام ده اللي هو الويتس هضربها في مين؟ هضربها في الاكس، تمام؟ فده كده الايه؟ ده كده اللي هو الجزء ده، ماشي؟ والبي هتنزل زي ما هي، وكنا برضو لقينا كلوز فورم للبي ان هي عباره عن ايه؟ ان هي عباره عن الواي اس ماينس الدبليو ترانسبوز في الاكس اس، تمام؟ بس فانت لو عوضت يعني بالبي وعوضت بالايكويشن دي هتوصل في الاخر ان ده الايه؟ ده الفاينل موديل بتاعك، تمام؟ تمام، تعال ناخد بقى كده سكرين شوت، ماشي؟ وتعالى ننزل ايه؟ هنا كده فين؟ هنا. فهو هنا مش ده بالظبط نفس الايكويشن اللي احنا كنا فيها، مش عارف لو عملت بيست هاي بيست مش هاي بيست، طب ما علينا. المهم يعني فهو هنا شايف الفانكشن دي، ده نفس بالظبط بالظبط نفس الايكويشن اللي كانت فاتت، ولكن ايه، بدل ما كنا في الاكس سبيس، بدل ما كانت دي اكس احنا خليناها ايه، خليناها زد، والزد بالنسبه لنا عباره عن ايه، هي النون لينير فانكشن بتاعت الايه، بتاعت الاكس، تمام. طيب وبعدين، وبعدين ايه بقى بعد كده يا باشا؟ احنا كنا اصلا، انا عايز اسالك سؤال مهم، هو اصلا اكس لما اقول لك اكس ترانسبوز ماشي في اكس، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن انر برودكت او دوت برودكت، تمام؟ اللي هو من الاخر ده هيطلع ايه؟ هيطلع رقم في الاخر، ده كونستنت نمبر. طب هو انا لو ضربت الزد ترانسبوز في الزد ما هيطلع ايه برضه؟ ما هيطلع كونستنت. طب هو الرقم ده هيفرق معايا في الحل؟ يعني هل الرقم ده هيغير معايا الايكويشن؟ ما هو انا في الاخر لما بدخل ده على الكوادراتيك بروجرامنج اللي بيحصل بيطلع لي عدد الالفاظ، فنفس عدد الالفاظ اللي هتطلع في الاكس هي نفس عدد الالفاظ اللي هتطلع في الزد. ليه؟ لان هم نفس الايه؟ نفس السبورت فيكتورز اللي هيطلعوا لي، تمام. بس فانا كده مش هغير اي حاجه غير ان انا بس محتاج اغير الدوت برودكت ما بين الايه، ما بين الفيكتورز. بدل ما انا كنت مثلا شغال على فيكتور مثلا واحد واثنين ماشي، هو ده اللي انا كنت عايز اجيب الدوت برودكت بتاعه مثلا، لا انا دلوقتي هقوم جاي اشتغل على ايه، انا دلوقتي مثلا هقول لك انا، لا انا عايز اشتغل مثلا على خمسه وسبعه ومش عارف وخمسه وسبعه، تمام؟ اللي هو بس في ايه، في دايمنشن تاني. ليه؟ لان الواحد دي في الدايمنشن الجديد اللي انا عايز اشتغل فيه ايه، بتماب لخمسه، والاثنين في الدايمنشن الجديد اللي انا عايز اشتغل فيه بتماب ايه، بتماب لسبعه. فاحنا كده يبقى مشكلتنا كلها ان كل حاجه هتفضل ثابته زي ما هي، وحتى الالفاظ هتفضل برضه هي نفس الالفاظ اللي هتخرج لي، ولكن انا دلوقتي كل اللي هيختلف ان بس الدوت برودكت اللي انا هشتغل عليه هو ده الايه، هو ده اللي هيختلف معايا. فانا كده اللي هوصل، اللي وصلت له من السلايد دي ايه، اللي وصلت له من السلايد دي ان انا ان انا كل اللي انا محتاجه ان انا بس اغير او الاقي الماب فانكشن اللي بتقدر تحول لي من الانر برودكت بتاع او الدوت برودكت بتاع الاكس في الاكس ترانسبوز، انا عايز اخليها الزد في الايه، في الزد ترانسبوز، ماشي ماشي. بس فهو هنا كان الدكتور، في دكتور اسف في المحاضره بتاعته يعني، بيقول لك ان انت ايه، انت ببساطه لما لو عملنا اناليسيس عشان نشوف احنا محتاجين الزد سبيس في ايه، هنلاقي ان احنا مش محتاجين غير اننا بس نعرف الفاليو بتاعت الايه، بتاعت الانر برودكت اللي هي الزد ترانسبوز في مين، في الزد. فاسمه ايه ده؟ فلو انا قدرت ان انا احسبه في الاكس سبيس خلاص، انا مش محتاج ان انا اصلا اروح لمين؟ مش محتاج ان انا اصلا اروح للزد سبيس، انا كل اللي انا بس محتاجه ان انا بس احسب اسمه ايه ده؟ كل اللي انا محتاجه ان انا احسب الزد برودكت دي، او الاقي الماب فانكشن اللي بتحول لي للزد، واحاول ان انا احسب الدوت برودكت وانا في الاكس سبيس، وده طبعا هيوفر عليا كومبيتيشن كتير جدا جدا جدا، تمام؟
فهو ده كان البروف ان هو في الاخر انا مش محتاج ان انا ايه يعني، هو ده كان البروف ان انا بس مش محتاج غير ان انا اعرف الانر برودكت. ليه؟ لان انا ببساطه لما لو انا عايز احول الموديل بتاعي، فاحنا قلنا ان الموديل بتاعي يكون عباره عن ايه، الدبليو ترانسبوز في الزد زائد البي. طب وانا مش انا عارف ان الزد بتاعتي، او انا مش انا عارف ان الويت هو عباره عن السيجما الفا في الواي ان في الزد ان. طب ما هو انا لو عوضت بالدبليو هنا هلاقي ايه، او الدبليو ترانسبوز هلاقي ايه، هلاقي ان انا هحط الفا في الواي ان في الزد ان ترانسبوز مضروبه في مين، مضروبه في الزد، فساعتها ده كانه ايه، ده كانه دوت برودكت. تمام، فدي برضو اول حاجه ان انا محتاج دوت برودكت، وهنا انا محتاج دوت برودكت. طيب وفي الاخر برضو في اسمه ايه ده، وفي الاخر برضو في البي، لو انا كنت شغال في البي، طب ما هو البي نفس الكلام، البي محتاج بس الدبليو ترانسبوز، هتعوض بالدبليو ترانسبوز هنا، هتلاقي ان انت في الاخر برضو محتاج الزد ان ترانسبوز في الزد ام، فبرضه ده مين؟ فبرضه ده دوت برودكت. فانت كده كل اللي انت بس محتاجه ان انت ايه؟ تعرف تجيب الدوت برودكت بتاع الزد سبيس. يعني انا اقدر ان انا الاكس سبيس، لو انا في الاكس سبيس وعرفت ان انا باي طريقه من الطرق ان انا اقدر ان انا اجيب الدوت برودكت بتاع الزد ترانسبوز في الزد، فانا اصلا مش محتاج اروح الايه؟ مش محتاج اروح الايه؟ الزد سبيس. يعني انا مش محتاج احول البوينتس بتاعتي كلها للزد سبيس وابدا ان انا ايه؟ ابلاي الاناليسيس. لو انا قدرت الاقي ايه؟ لو انا قدرت الاقي طريقه تعمل لي الحوار ده على طول. ماشي، فهو ده اللي احنا ايه هنحاول بقى ان احنا نعمله. ايه الحاجه بقى اللي تقدر تعمل لنا كده يا باشا، او تقدر ان هي تجيب لي الدوت برودكت من غير ما احتاج ان انا اروح للزد سبيس؟ الكيرنلز. هو ده الموضوع اللي احنا هنقعد بقى ايه، نقعد نتكلم فيه يعني. تمام، فبيقول لك ايه، بيقول لك والله important note the transformed point z only appears as an inner product، والانر برودكت ده اللي هو الدوت برودكت يعني، in the dual SVM formulation. ماشي، فانا كل اللي انا محتاجه بس ان انا ايه، الزد دي ما بتظهر ليش او ما بحتاجهاش غير بس ان انا اقدر احسب بيها الايه، اقدر احسب بيها الانر برودكت بتاعي. فقال لك خلاص انا هعرف حاجه اسمها كيرنر. الكي دي هي عباره عن ايه؟ الكيرنر دي بتاخد 2 بوينتس، تاخد بوينت اللي هي الاكس والاكس داش بتاعتها. ماشي، تاخد 2 بوينتس عندي، واقول والله خلاص ال 2 بوينتس دول او الكيرنل دول، الكيرنل ده هو ده اللي هيعمل ريبريزنتيشن لمين؟ هو ده اللي هيعمل ريبريزنتيشن للدوت برودكت بتاعي، اللي هو الزد في الايه؟ الدوت برودكت بتاع الزد بتاعي. انا هاسيوم ان انا عندي حاجه وانا في الاكس، تمام؟ اقدر، او هي فانكشن وانا في الاكس، اقدر ان انا بيها اجيب مين؟ اجيب بيها الايه؟ الدوت برودكت ده. ماشي، لو انا قدرت اجيب بيه فخلاص انا كده وصلت لحاجه تحفه، لان انا اقدر اكمل الاوبريشنز بتاعتي خالص كلها على الاس في ام، اسيومنج ان الحاجه لينير، واقدر ان انا اوصل لايه؟ لريزلتس في الاخر، واقدر اوصل كمان لمين؟ واقدر اوصل كمان للسبورت فيكتورز بتوعي. ماشي يا باشا، ماشي يا باشا. طيب فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك بقى احنا محتاجين نثبت ان الكلام ده فاليد، يعني انا محتاج اثبت فعلا ان انا اقدر اجيب حاجه في وانا في الاكس تقدر ان انا لو استخدمتها تحول لي الايه؟ تجيب لي الدوت برودكت ده. فقال لك خلاص تعال نفترض ان انا هشتغل على الايه؟ تعال نفترض ان انا هشتغل على سكند اوردر بولينوميال. ماشي، سكند اوردر بولينوميال يعني انا لو عندي اكس x1 واكس2، ماشي، يبقى انا لو عايز احولها للسكند ديجري هحتاج ان انا اجيب ايه؟ هحتاج ان انا اجيب ال1 ده اللي هو الكونستنت بتاعي، وبعد كده الاكس1 والاكس2، ماشي، وبعد كده الاكس1 والاكس2 سكوير، اكس1 واكس2 سكوير، ماشي، وهحتاج برضو الايه؟ اسمه الكروس ماتريكس، الكروس اليمنتس بتوعهم اللي هم الاكس1 اكس2، ماشي، ودول عددهم كام يا باشا؟ قلنا عددهم بيكون 2 في الدايمنشن، اللي هو لو الدايمنشن بتاعنا 2 فيبقى 4، زائد الايه؟ كانت دايمنشن سي 2، ماشي، فالدايمنشن عندي ب 2، سي 2 يعني ب1، فالمفروض ان الترمز دول يكون عددهم كام؟ يكون عددهم 5، 1 2 3 4 5، ماشي؟ في بقى واحد ده انا مش عارف جه منين، المفروض ما يكونش فيه واحد. هو 2 سي 2 ب1 صح؟ انا متاكد 2 سي 2 ب1 ولا ايه؟ بواحد. طيب اي مش ثانية كده بس، فهو تمام صح، هو دول الخمسة تيرمز بتوعي، لان احنا ما كنا بنحول الكونفرجن، كنا بنتكلم على الايه، التيرمز بتاعت الاكسس، ماشي، والواحد ده اكيد بتاع الايه، هتلاقيه بتاع البايس يعني. تمام، تمام. فاحنا كده ايه يعني لحد دلوقتي احنا كل الايكويشنز اللي معانا احنا فاهمين. طيب وبعدين بس، فبيقول لك ايه، بيقول لك بقى انا عايز اقول ان الكيرنل بتاعتي، ماشي، الكيرنل بتاعتي بتكون ان هي بتقدر تحسب لي الدوت برودكت ده. طب ايه الدوت برودكت بتاعي؟ اللي هو ببساطه ان انا عايز اجيب الايه، لو انا افترضت ان احنا قلنا ان انا بيبقى الكيرنل بتاخد 2 بوينتس اللي هي الاكس والاكس ايه، الاكس والاكس داش، ماشي، فاحنا دلوقتي لو جبنا الزد داش هتكون ايه، المفروض ان هي تكون شبه الزد بس ايه، كل اكس يكون عليها داش، فيكون عندي x1 داش x2 داش x3 داش وهكذا يعني. طيب المفروض ان انا لما اجيب الدوت برودكت بتاعهم هيحصل ايه، الواحد يتضرب في الواحد، كل 2 كورسبوندنج اليمنتس يتضربوا في بعض،
فالواحد يعني هيتضرب في الواحد هيطلع لي واحد، الاكس 1 داش في الاكس 1 هيطلع لي اكس 1 اكس 1 داش، اكس 2 في اكس 2 داش يبقى اكس 2 اكس 2 داش، وبعد كده نفس الكلام بقى كل السكويرز وهكذا. فانت هتلاقي ان في الاخر ايه هو ده الايه ده المفروض يطلع لك. فانا المفروض دلوقتي احاول اثبت ان انا اقدر ان انا اجيب كيرنل وانا في الاكس بتحاول بتقدر ان هي تطلع لي ايه، بتقدر ان هي تطلع لي نفس الريزلت ده. تمام. فهو بيقول لك ايه، بيقول لك والله خلاص احنا هن 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 اسيوم ان انا الفانكشن اللي انا عايزها هي عباره عن الفانكشن دي اللي هي عباره عن واحد زائد الاكس ترانسبوز في الاكس سكوير. طب هي دي الكيرنل بتاعتي، انا هفترض ان هي دي الفانكشن بتاعتي، الفانكشن دي هي دي اللي تقدر بيها ان انا اجيب الكورسبوندنج في الزد سبيس. طب تعالى نشوف لو انا عملت اناليسيس للبوينت دي كده او الكيرنل دي هوصل بيها ولا لا. طب انا دلوقتي عندي ايه، المفروض ان انا بقول 1 زائد اكس ترانسبوز في الاكس. طب انا افترضت ان انا عندي الاكس مثلا 2 بوينتس اللي هو اكس 1 واكس 2، تمام. طيب انا دلوقتي لو انا عايز افك الايه الاكس ترانسبوز في الاكس هفكها ازاي؟ هفكها ان انا ببساطه بعمل دوت برودكت. فانا المفروض ان انا الاكس ترانسبوز بالنسبه لي هتبقى هي مثلا اكس 1 والاكس والاكس داش هتبقى اكس ايه، هتبقى الاكس داش. فالمفروض لما افك الكلام ده يطلع لي ايه، يطلع لي اكس 1 اكس 1 داش زائد اكس 2 اكس 2 داش، ماشي اكس 2 داش، حلو حلو، زائد الواحد. انا عندي الايه الواحد اهو. طيب انا كده طلعت بمين، طلعت بالترم ده، حلو كده حلو كده. فبيقول لك بقى خد السكوير بتاعه. طب انا لما اخد السكوير بتاعه هيطلع لي ايه، هيطلع لك بقى يا باشا اللي هو الترم ده. انت دلوقتي لو فكيت الكلام ده ممكن تفترض ان الاولاني مثلا يعني فكها ماث عادي هتطلع معاك، افترض مثلا ان في براكت هنا واعمل افترض ان ده ايه مثلا وده بي واعمل الايه السكويرنج عادي، هتلاقي ان انت في الاخر هيطلع معاك الايه، هيطلع معاك الفورم ده، ماشي. طب هو الفورم ده ما بيفكركش بحاجه؟ مش الفورم ده هو هو بالظبط بالظبط الفورم ده؟ تقول لي لا مش هو هو بالظبط ولا حاجه، اقول لك ايوه فعلا انت عندك حق، هو مش هو هو لان هنا في اتنينات مش موجوده، تمام. خد بالك بس ان اكس داش 2 2 دي المفروض تبقى اكس داش سكوير 2، ماشي. انا المفروض ده هنا سب سكريبت وايه وباور يعني، بس عشان ايه هي غالبا اللي كتبها كان كتبها غلط. المهم يعني من هذه التفصيله، ماشي. المهم ان احنا برضو بس وصلنا ايه حاجه قريبه قوي. ايه بقى القريبه قوي؟ ان انا ببساطه اللي انا وصلت له ان انا عندي هنا ان الفورم دي هي هي نفس الفورم دي، ولكن لو الاثنين دي ما كانتش موجوده فانا خلاص كده اثبتت ان انا بكيرنل في الاكس سبيس اقدر ان انا ايه اوصل لحاجه شبهها في الزد سبيس. خلاص يا باشا سهله، كل اللي انت هتعمله اسيوم ايه، ان انت ببساطه بدل ما كنت عامل اسيوم ان انا هبعت الاكس 1، لا انت بعت الروت 2 اكس 1. تقول لي هو ده فاليد؟ هو انا ينفع اعمل كده؟ انا ممكن ابعت براحتي؟ اقول لك اه فاليد. ليه؟ لان انت ببساطه بتحاول تروح لزد سبيس. هو مين قال لك ان الزد سبيس دي يعني حاجه مشروطه؟ انت اللي بتحاول ان انت تروح لحاجه تقدر ان انت تحول فيها الداتا للينير، تمام. يعني ايه مش فاهم يا عزيز؟ اقول لك طب تعالى تعالى نرجع تاني كده. هو ببساطه لما احنا كنا في لما كنا في السلايد دي، مش انا في الاخر وصلت من حاجه نون لينير سيبربل كده لسبيس، السبيس ده الحاجه فيه فيه سيبربل. طب انا جبت الايكويشن ازاي؟ جبت الايكويشن ان انا خدت بالي ان دي دايره، فانا اقدر ان انا لو جبت الاكس سكوير هقدر ان انا ايه لو رحت السبيس فيها الاكس سكوير غالبا الدنيا هتبقى ايه؟ هتبقى سيبربل. فانا بحاول اروح لاي سبيس ايا كانت السبيس دي باي ايكويشن بقى بتاعتي، روت 2 ما احط روت 2 ما تحطش، ما فيش حد ايه ما فيش حد بيحط عليك كونديشن يعني، انت حط اللي انت عايزه، المهم تروح لسبيس يكون فيه حاجه ايه حاجه سيبربل. فانا لو رحت لسبيس حطيت مثلا في الفانكشن بتاعتي اللي هي الفاي دي، انا فانكشن انا اللي بحاول اعملها يعني، تمام. لو مثلا قلت خلاص انا هحط روت 2 اكس 1، خلاص ما حدش يقول لك حاجه، انت المهم بس تعمل ترانسفورميشن يكون نون لينير ترانسفورميشن ايا يكن بقى، او حتى يعني هو لازم يكون نون لينير، اللي هو لو لينير فمش تفرق الترانسفورميشن في حاجه، ما علينا يعني. فالمهم ان انت ايه بتحاول ان انت تحط اي او تلاقي اي فانكشن اللي هي بتحولك لايه سبيس اقدر ان انا اسبريت فيه الداتا بشكل ايه بشكل لينير. بس في حاجه بس واحده او شرط كونديشن مهم، هو ايه لازم يتحقق، ايه هو؟ ان لازم الحاجه اللي انت هتطبقها على اكس تبقى هي نفس الحاجه اللي هتطبقها على اكس داش، لان هو المفروض بالنسبه لك مفيش فرق، هما الاثنين بالنسبه لك داتا سيتس، والمفروض ان انت ما يكونش عندك اي ايه اي سبيشال اوبريشنز يعني، ما تقولش لا انا على الاكس هشتغل بفانكشن وعلى اكس داش هشتغل بفانكشن ثانيه. اصلا اكس واكس داش دي مجرد سيمبلز بنعبر عنهم لاي راندوم بوينتس عندك في الايه في الداتا. فانا كل اللي بقوله لك ايه، ان ببساطه بدل ما انت كنت بتبعت الاكس 1 لا ابعت روت 2 للاكس 1. لو انت بعت روت 2 للاكس 1 ايه اللي هيحصل؟ تعالى كده، لو انت هنا بدل ما كنت بتبعت الاكس 1 لا انت بعت روت 2 للاكس 1، ماشي. فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان ببساطه البوينتس اللي عندك دي الفاينل الدوت برودكت الفاينل اللي هيحصل هنا اللي هو في الزد سبيس هيبقى ايه؟ هيقدر ان انت تطلع بيه بنفس الايه؟ بنفس السبيس ده.
في نفس الايكويشن دي، ويبقى انت وانت في الاكس اكسس طبقت فانكشن، ماشي، الفانكشن دي طلعت لك نفس الريزلتس اللي لو انت كنت بقى قعدت تعمل اوبريشنز وتحول تعمل دوت برودكت وتروح للزد سبيس، وهو اصلا حاجه كومبلكس وكمبيوتيشنال اكسبنسيف، انت بمجرد كل فانكشن بسيطه عندك قدرت ان انت توصل لايه؟ لنفس الريزلتس بتاعتك، تمام؟ بس وهنا برضو الكونديشن اللي احنا كنا لسه قايلينه هو ليه، لان انا اللي هطبقه على الزد هو نفس اللي انا هطبقه على الايه، على الزد داش، واللي هطبقه على الاكس هو نفس بالظبط اللي هطبقه على الايه، اللي هطبقه على الاكس ايه، الاكس داش. بس فانت كده قدرت ان ببساطه تقول والله انا عندي فانكشن اللي هي الكيرنل بتاعتي، لو انا استخدمتها هقدر ان انا ايه، اقدر اروح للداتا بوينتس ال او اطلع نفس الريزلتس اللي في الايه، اللي في الزد سبيس، تمام. ماشي، تعالى بقى ايه، نشوف كده، كنت حاطط هنا شويه كومنتس، دي نفس الايكويشن اللي فاتت، تمام. بس هو انا يعني هو ده نفس كل الكلام اللي هنا، ده نفس اللي انا ايه، نفس اللي انا قلته لك بالظبط، حتى الحته بتاعت اللي هو اللي انا عملته ده فاليد، فاليد، لان انت ببساطه من حقك تعمل اي ترانسفورميشن من الاكس للزد، انت من حقك تستخدم اي فاي فانكشن تحولك لاي سبيس، المهم ان انت تقدر في الاخر ايه، تعمل لينيرلي سيبريشن للداتا بتاعتك، ماشي. وهو ده الكيرنل تريكس اللي احنا هنقعد بقى نعملها. واحنا عندنا بقى ايه كيرنلز كتير، احنا عندنا 4 انواع من الكيرنلز، اما ان انت تستخدم البولينوميال كيرنل او السيجمويد كيرنل، او ممكن تستخدم الجاوسيان كيرنل، او ممكن اصلا تعمل ايه كاستم كيرنلز، ولكن الكاستم كيرنلز لازم يكون في كونديشنز معينه لازم تحققها، وهنبدا ايه نشوف الكلام ده بيحصل ازاي يعني. طيب فبيقول لك ايه، بيقول لك والله ببساطه الكيرنل اللي انت طلعتها دي اللي هي السكوير دي اسمها سكوير كيرنل، تمام. انا ممكن مش لازم اشتغل في سكوير كيرنل، انا ممكن اشتغل في كيرنلز بولينوميال اكتر من كده، 2 و3 و4 و5، فاهم الفكره كلها؟ الفكره كلها ايه، ان ببساطه انا خلاص عملت اسامبشن ايه، ان انا خلاص طالما طالما هي فاليد على السكند ديجري، يبقى برضه لو هي كانت ثيرد ديجري او فورث ديجري او فيفث ديجري ايا يكن، انا في الاخر هوصل لفورم، الفورم ده اقدر بيه ان انا اوصل اكني بطلع للايه، بطلع للسبيس اللي اقدر اوصل فيه في الاخر ان الايه، الداتا بتاعتي هتبقى ايه، لينيرلي سيبربل يعني، تمام. فانا هنا الاكزامبل اللي كان هنا كان بس مجرد اكزامبل بسيط، بيقول لك لو انت استخدمت سكند ديجري فانكشن، انا اقدر باستخدام الكيرنل اللي هي 1 زائد اكس ترانسبوز اكس بار سكوير اقدر اوصل ليها. طب ما انا ممكن اخليها كيوب مثلا، واستخدم مثلا حاجه هنا تكون ثيرد ديجري، مثلا 1 زائد الاكس ترانسبوز اكس بس باور 3 باور 4 باور كيوب، تمام، لحد ما اطلع اللي هو البولينوميال كيو، تمام. والسيل برضو هتبقى ايه، هتبقى فاليد. وهنا بس احنا برضو في حاجه، ان انت شغال في سبيشال كيس ان هما كل الكوفيشنز بواحد، لكن انت ممكن تخليها مور جينيريك، ممكن تخلي الايكويشن مور جينيريك عن طريق ان انت ايه، تحط كوفيشنز جنب الايه، جنب الفيكتورز بتاعتك، تقول والله انا هحط هنا ايه واحط هنا ايه، البي بتاعي اللي هو هنا يعني في الايكويشن دي، اللي هو مكان اللي هتحط بيه ومكان اللي جنب الاكس تحط كوفيشنز، عشان تقدر حتى برضو تطلع لمور ايه، مور كومبلكس سبيسز يكون فيها الكوفيشنز مش بواحد. جميل، جميل. بس هو انا كان بيقول لك ان انت هنا بمجرد ان انت يعني شايف، اصل في الاول وفي الاخر انت خلي بس دايما في دماغك ان ده كونستنت، يعني الفيكتور ده في الاخر كونستنت، ما يغركش ان احنا هنا بنفكه لفيكتور طويل طويل وكده وبتاع، هو في الاخر ده مجرد ايه، دوت برودكت، انا في كل اليمنت او كل بوينت هضربها في البوينت اللي قدامها، فايه واخد الريزلت، ففي الاخر ده هيبقى كونستنت، وبعد ما اخد الكونستنت اعمل له باور، طلعه اكسبوننشال، فاهم؟ فانت الكلام ده كله حرفيا هيتحسب معاك في سطر كود، يعني انت فاهم، في سطر كود او في وقت بسيط او بحسبه بسيطه هتطلعه. لكن انت بقى لو كنت مثلا شغال في مثلا 10 دايمنشن مثلا، وهتروح بقى للزد سبيس، فانت محتاج تعمل ترانسفورميشن، تروح للسبيس انت اصلا مش متخيل هو شكله عامل ازاي، وتقعد بقى فاهم، بعد ما تروح هناك تبدا بقى ان انت تطبق الايه؟ الاوبريشنز بتاعتك، تمام؟ فايه؟ فعشان كده بس بيقول لك ان قد ايه الكيرنلز بتوفر علينا وقت وكمبيوتيشنز يعني، ماشي. ماشي، بس فهو انا كان ايه يعني، من الاخر برضو احنا كده استفدنا ايه يعني، او وصلنا لايه اللي استفدناه يا سيدي، ان انا عرفت فانكشن، ماشي، الفانكشن دي كلها بتعمله ان هي بت سيميوليت اكنك حولت البوينتس بتاعتك للايه، للزد سبيس، وعملت الدوت برودكت هناك في الزد سبيس، ورجعت نفس الريزلتس بالظبط اللي هي ايه، اللي كانت تطلع لك من الزد سبيس. وبعد كده ده فادك في ايه؟ فادك ان انت ببساطه مش هتحتاج تقعد تعمل ترانسفورميشنز، ومش هتحتاج ان انت تروح تشتغل في الايه، في الزد سبيس. يعني انا مثلا لو انا كنت شغال مثلا في الاكس، ماشي، وبقول لك انا محتاج ان انا اروح اشتغل، يعني يعني ايه اصلا اعمل ترانسفورميشن برضو، عشان بس لو حد فيكم مش فاهم، او عموما حد مش فاهم عموما، فلو انا مثلا بقول لك انا عايز اروح من الاكس للاكس سكوير، فانا لو انا هحتاج الاول ان انا اروح للزد سبيس، فانا بقول لك ايه والله مثلا ده 1 ده 2 ده 3 ده 4، ونفترض ان الزد سبيس هو عباره عن ايه؟ عباره عن اكس سكوير، فانت محتاج تعمل الترانسفورميشن، صح؟ فهتقول والله خلاص يبقى ده 1 ده 4 ده 9 ده مش عارف 16، ماشي. بعد ما تحول الترانسفورميشن ده تبدا بقى ان انت ايه،
تبدا بقى ان انت تابلاي الاوبريشن. هو بقى ده اللي انا بقول لك ان احنا بنوفره، انت ما بتحتاجش ان انت تعمل الكلام ده، لا انت خلاص مجرد بس تندع على الفانكشن دي تعمل لها الاكسكيوشن وبتوصل ايه؟ وبتوصل للريزلت. تمام؟ بس كده. فهي دي كانت الايه؟ دي فكره ان احنا بنوفر ان انا ما اروحش للزد سبيس. ماشي؟ بس وده طبعا بيوفر لك وقت كبير جدا، خصوصا لو انت الدايمنشنز بتاعتك كانت ايه؟ كانت كبيره والباورز بتاعتك كانت كبيره. ماشي ماشي. بس احنا كل اللي بنحتاج نعمله نحسب النمبر اللي هو الدوت برودكت ده، اللي هو الكيرنل بتاعه، وفي الاخر ايه؟ فبيبقى كاننا عملنا، رحنا الزد سبيس وعملنا الانر برودكت. تمام؟ تمام. طيب احنا اللي اتكلمنا عليها اللي فاتت دي كانت مين؟ كانت الكيرنل، او كانت البولينوميال كيرنل. احنا دلوقتي بقى عايزين نتكلم على كيرنل جديده اسمها الايه؟ الجاوسيان كيرنل. ايه بقى الجاوسيان كيرنل وايه قصتها؟ الجاوسيان كيرنل بتقول لك والله ببساطه انا مش شرط ان انا اشتغل على فاينايت دايمنشنال سبيس، انا مش لازم ان انا اروح على سبيس يكون يعني يكون عدد الدايمنشنز بتاعته فاينايت، انا ممكن اوديك لانفينيت نمبر اوف دايمنشنز، يعني نروح دايمنشن يكون نروح على سبيس يكون الدايمنشنز بتوعه انفينيت. تمام. طيب هل ده هيبقى حاجه هتفيوليت عندي او هتبوظ عندي اي حاجه؟ لا. ليه؟ لان انت في الاخر لما هتروح برضو للفاينايت سبيس انت هتقدر ان انت تطبق الكوادراتيك بروجرامنج الجوريزم وتطلع الريزلتس. الريزلتس بتوعك اللي هم مين؟ اللي هم الالفا. اي الفا مش بزيرو ده بيطلع لك مين في الاخر؟ بيطلع لك السبورت فيكتورز، والسبورت فيكتورز دول اللي هم مين؟ اللي هم الريزلتس بتوعي، اللي هم بيعملوا استيميشن للاوت اوف سامبل ايه؟ الاوت اوف سامبل ايرور بتاعي زي ما كنا بنتكلم. فاحنا بيقول لك ان انت ببساطه بالرغم ان انت ممكن تروح لحاجه يكون فيها الدايمنشن انفينيت، الا ان انت برضه بتقدر ان انت ايه توصل لفاينايت ريزلتس في الاخر، وتقدر ان هي تفيدك اكنها كيرنل مفيده جدا يعني. تمام. طيب هما بيعرفوا الجاوسيان كيرنل ازاي؟ عباره عن اي ماين اي باور نيجاتيف جاما في الايه، في الماجنتيود بتاع اكس ماينس الاكس بار سكوير. تمام. ودي لما الجاما بينعبر عنها ازاي؟ بواحد على 2 سيجما سكوير. ماشي. طيب طيب وبعدين بس هو بيقول لك بقى ان الجاوسين كيرنل بتمبلاي انفينيت دايمنشنال زد سبيس. حلو حلو. طيب وبعدين بيقول لك ببساطه تعالى نثبت ان الكلام ده ايه، ان احنا الكلام ده فاليد يعني. طب ايه؟ احنا هوقف بس عشان الاذان ونيجي نكمل بعد. طيب ماشي. تعالى بقى ايه نشوف نشوف الحته دي. هو كل اللي جاي ده اصلا احنا هنبقى بنحاول نعمل ايه برضه عشان تبقى انت متخيل معايا، ما نبقاش ماشيين في الماث كده ومش فاهمين حاجه. بص كل اللي جاي احنا هنبقى بنحاول نعمل ايه؟ مش احنا قلنا ان انا ببساطه لما بديفاين الكيرنل ببقى اصلا بديفاين الكيرنل عشان اثبت ان انا اقدر اجيب اقدر اجيب حاجه في الاكس سبيس تكون بتسيموليت ان انا اقدر اجيب الانر برودكت في الزد سبيس. مش ده اصلا الهدف من الكيرنل اصلا كله؟ فاحنا دلوقتي عرفنا كيرنل بتقول لك انا اقدر اجيب حاجه في انفينيت سبيس، ماشي، او انفينيت دايمنشنال سبيس. تمام. فاحنا كل البروف اللي جاي ده هنبقى بس بنحاول ان احنا نثبت ان في زد سبيس فيها فعلا اسمه ده، فيها فعلا ان الدوت برودكت ده فاليد، ان انا عندي لو عملت زد دوت زد ترانسبوز هقدر فعلا ان انا اجيب ايه، ان ده يكون فاليد كيس، يعني اقدر ان انا فعلا استخدم فيه الكيرنل ايه، الكيرنل دي يعني. تمام. ولو انا قدرت ان انا استخدم فيه الكيرنل دي فده معناه ان انا اقدر ان انا ايه، لو انا عندي يعني انفينيت دايمنشنال سبيس انا اقدر ان انا احول الداتا بتاعتي اسمه ايه ده، الداتا بتاعتي اللينيرلي سيبربل هناك. ماشي. يعني انا احول الداتا بتاعتي هي نون لينير سيبربل، محتاج اروح لانفينيت دايمنشنال سبيس عشان اقدر احول الداتا بتاعتي لايه، لينير. وهروح فعلا وهحولها لينيرلي سيبربل وهجيب الريزلتس وهرجع بيها. تمام. اللي هو حاجه يعني واو يعني. تمام. فهو ده الايه، الهدف بتاع الجاوسيان كيرف. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك تعالى نثبت الكلام ده. طب انا عشان اثبته هعمل ايه؟ تعال نشوف. اول حاجه خالص انا بالنسبه لي الكيرنل معرفه ايه، معرفه يعني. تعال ناخد بس سيمبل اكزامبل عشان ايه نقدر يعني نعمل بروف، وبعد كده ايه ممكن بقى باي اندكشن نثبت ان هي شغاله يعني. هو بيقول لك والله ببساطه افترض ان انا شغال في يعني انا معايا 1 دايمنشن سبيس، ماشي، اللي هو الاكس دايمنشن بتاعي بواحد، والجامه بتاعتي بايه، والجامه بتاعتي بواحد. طب الجامه بتاعتي لو بواحد يبقى انا عندي اي باور نيجاتيف واحد مضروبه في ماجنتيود الاكس ماينس الاكس بار ايه سكوير. طيب وبعدين، طب انا لو عملت كده هيحصل ايه؟ هيتحول الكيرنل بتاعتي للشكل ده. خد بالك ان هنا بس السلايد كان فيها باور 2 دي كانت منسيه يعني، احطها. طيب وبعدين لما اعمل كده تعال نفك الايه، تعال نفك البراكت ده. فلما افك البراكت هيبقى عندي اي باور نيجاتيف اكس سكوير ماينس او بلس اكس بار سكوير ماينس 2 اكس بار في اكس. تمام. فهو ده شكل الايكويشن بتاعي. طب تعالى ندخل النيجاتيف جوه. لما ادخل النيجاتيف جوه يبقى عندي اي باور نيجاتيف اكس سكوير زائد 2 اكس اكس بار زائد ناقص الايه، ناقص الاكس بار سكوير. طيب وبعدين
مش انا ببساطه انا عندي اكسبوننشالز مجموعين على بعض اقدر افكهم كمالتبليكيشنز، اقدر. فانا وصلت في الاخر لايه؟ لشكل الايكويشن ده اي باور نيجاتيف اكس ترانسبوز اكس، ده اللي هو بالنسبه لي الاكس سكوير، ماشي؟ مش احنا عارفين دايما في الفيكتور فورم انا اقدر احوله الاكس سكوير للشكل ده؟ اقدر. طيب والثانيه اللي هي البرتقاني دي، هي دي نفس الحاجه، الاكس بار سكوير، اقدر اقول ان هي ايه؟ نيجاتيف اكس بار ترانسبوز في الاكس بار. حلو حلو. طب واخر واحده، اخر واحده تبقى عباره عن 2 اكس في الاكس بار. حلو حلو. ثلاثه اكسبوننشالز جنب بعض. طيب وبعدين في عندنا قانون بتاع تيلور سيريس بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله لو انا عايز افك اي باور اس، هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن سيجما، ماشي، من كي ايكوال 0 لحد انفينيتي اس باور كي على الكي فاكتوريال. طب انا هستخدم التيلور سيريس عشان افك مين؟ عشان افك الترم الاخضر ده، ماشي. هنفترض ان الاثنين اكس ترانسبوز اكس دي هي عباره عن اسمه ايه ده؟ هي عباره عن الاس بتاعتي، ماشي. وبعدين وبعد كده خلاص هقوم جاي افكها بالطريقه دي. فلما افكها بالطريقه دي اللي هوصل بيه ايه؟ هوصل ان انا ببساطه عندي سم سيجما، ماشي، من كي ايكوال 0 لحد انفينيتي الاثنين والاكس والاكس والاثنين والاكس والاكس بار، هعمل لهم ايه؟ باور كي. فانا اقدر احط الباور كي فوق كده. طيب وبعدين واقسمهم على الكي فاكتوريال. جميل جدا. بعد كل الماث ده وصلنا لايه؟ وصلنا لحاجه مهمه، ان انت ببساطه لو خدت بالك معايا كده، يعني تعالى بقى بص معايا في السلايد اللي فوق، هو دي نفس الايكويشن. فانا هوصل لايه؟ وصلت شايف الترم الازرق ده؟ الترم الازرق ده مع الترم الازرق ده انا عندي اكسبوننشال نيجاتيف اكس سكوير مع الاكس باور كي، ماشي؟ ده كده لو انا شغال على الاكس فانكشن. يعني مش احنا دايما لما انا كنت مثلا هنا لما قلت لك انا لو قدرت ان انا اعمل نفس النون لينير فانكشن بالظبط على الاكس، وقدرت اعملها واعملها برضو على الاكس بار، يبقى انا قدرت اوصل لنون لينير فانكشن بتوصلني للسبيس اللي انا عايزه، صح؟ فهو بص بقى اللي انا عايزك تبص معايا فيه. اولا الاكس العاديه انا كل اللي انا عملته ايه؟ كل اللي انا عملته ان انا باخد الاكسبوننشال بتاع النيجاتيف سكوير بتاعها، وبعد كده بدخلها على سيجما، وباخد الاكس دي اعمل لها سكوير باور كي، ماشي، او اعمل لها قصدي باور كي. طيب والاكس بار نفس الحاجه بالظبط، برضو اكسبوننشال نيجاتيف اكس بار سكوير، بعمل لها باورنج الكي جوه الايه؟ جوه السيجما. تقول لي ماشي، بس في هنا ايه؟ في هنا الاثنين دول ما لهمش علاقه. عادي، الاثنين دول ممكن تاخدهم ان هم عباره عن ايه؟ عباره عن كونستنت، زي بالظبط لما حطينا مين؟ زي بالظبط لما حطينا الروت 2، ماشي؟ عادي، افترض ان هم عباره عن مجرد بس عباره عن نورماليزنج فاكتور، وممكن تفترض ان هم مثلا عادي اللي هو مثلا قول واحد على اي حاجه، مثلا واحد على الفا مثلا، ماشي، واحطهم على جنب بس. فكده اللي قدرنا نوصل له ايه من الاخر؟ قدرنا نوصل ان انا ممكن استخدم فانكشن معينه، الفانكشن دي اقدر اطلع بيها لمين؟ اقدر اطلع بيها لسبيس يكون الدايمنشناليتي بتاعته بكام؟ الدايمنشناليتي بتاعته بانفينيتي، تمام؟ ونفس اللي بطبقه على الاكس هو نفس اللي بطبقه على الايه؟ على الاكس بار. جميل جميل. بس فكده اللي انا قدرت اثبته، يعني ان زي ما قلت لك انا قدرت اطلع لزد سبيس، الزد سبيس دي وانا اصلا في الاكس سبيس، اقدر اروح لزد سبيس، الزد سبيس دي لو بحول فيها الداتا هناك للينير، واقدر اجيب الايه؟ اقدر اجيب الريزلتس بتاعتي منها، واقدر اجيب الريزلتس بتاعتي منها في الاخر، ماشي؟ طيب وبعدين وبس، انت ببساطه مثلا عايز تستخدم الجاوسيان كيرنل، فانت هتعمل ايه؟ والله انت كل اللي هيحصل ايه؟ ان انت ببساطه هتقدر ان انت تشتغل في انفينيت دايمنشن، هتروح تاخد الكيرنل بتاعتك دي وتدخلها على الايه؟ يعني هتدخلها على مين؟ هتدخلها على الكوادراتيك بروجرامنج، وانا هتدخلها على الكوادراتيك بروجرامنج يطلع لك السولوشن. هتبص على عدد الالفاظ، والله مثلا الالفاظ طلعوا لك مثلا ب 10، فانت خلاص 10 ده مثلا ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون اكسبتبل ايرور بالنسبه لك، فانت خلاص انت كده تمام 100 100. طب انت لو رحت مثلا لدايمنشن لقيت ان مثلا عدد الالفاظ بتوعك كام؟ 500 مثلا، خلاص يبقى انت الجاوسيان كيرنل دي مش شغاله كويس معاك. انت خلاص انت على الاقل حاولت ان انت تجيب ايه؟ تجيب سولوشن، او انت يعني بتحاول بكيرنلز اكتر ان انت ايه؟ توصل لفاليد سولوشن يعني في الاخر، ماشي؟ ماشي. بس فهو ده كان كل الهدف من ان انت ايه؟ من ان انت تفهم بس الجاوسيان كيرنل وبيستخدمها ازاي يعني. ايه تاني في السلايد دي؟ اظن بس كده. لو بصيت على الصوره اللي فوق هتلاقي ان انا مش عارف صورنا الكوف. ايوه ده نفس الكلام اللي قلته لك. بس خلاص، هو مفيش حاجه تاني في السلايد دي، هو بس كل اللي انا كنت عايز افهمك من السلايد دي ان ببساطه الجاوسيان كيرنل معناها ايه؟ معناها ان انا اقدر اجيب فانكشن في او اقدر ان انا اروح لزد سبيس الدايمنشناليتي بتاعتها انفينيتي، ماشي؟ وطبعا ان انا مش بروح، احنا قلنا ان انا مجرد بس كون ان انا عملت ديفاين للفانكشن دي، فده بيجارنتي ان انا اكني بجيب الريزلت بتاع الدوت برودكت في الزد سبيس، ماشي؟ واثبتنا ان انا لو انا عندي يعني بسمول اكزامبل، اثبتنا ان انا اقدر ايه؟ ان انا بوصل فعلا ان في فعلا زد سبيس، اقدر فيه فعلا ان انا ايه؟ ابلاي الكيرنل فانكشن، ماشي؟ وطبعا بقى زي ما قلنا كده، زي الاكزامبل بتاع الاكزامبل بتاع السكوير بولينوميال ده، برضو كل ما بطلع في الديجريز كل ما بقدر برضو ان انا ايه؟ اوصل لحاجه يعني. تمام.
تعالى بقى نبص هنا على الاكزامبل ده برضو ايه هيفهم الدنيا شويه يعني. طيب يعني نشوف الاكزامبل ده كده، المفروض ان هو يعني يفهمنا شويه حاجات كده يعني. طيب هو الكيرنل اللي احنا هنطبقها هنا مين؟ هي برضو الايه؟ الكيرنل بتاعه الجاوس ماشي. هو المفروض ان احنا هنا الداتا عندنا ايه؟ مش لينيرلي سيبربل يعني. بص هو انت المفروض الكيرف الاخضر ده اللي هو الايه؟ احسن سيبربل سبيس يعني، هو ده اللي بي ايه؟ بيسيبريت الكلاسز اللي هي الزرقاء دي ماشي عن الكلاسز اللي هي البينك ماشي. طب وبعدين بقى، فبما ان الداتا هنا مش لينير سيبريبل انا ما اقدرش الاقي لاين بيسيبريت حتى، فاهم يعني؟ هو ممكن يكون سلايتلي ايه يعني سلايتلي نون لينير يعني، ولكن احنا ايه هنا شغالين ولنفترض ان هو ايه كومبلكس نون لينير. المهم يعني، فايه اللي حصل بقى من الاخر يعني؟ احنا ببساطه رحنا عملنا ايه، رحنا جبنا الكيرنر اللي هي بتاعه الانفينيت ايه الانفينيت دايمنشنال سبيس. بعد ما عملنا تطبيق ليها وبتاع، فالمفروض ان احنا بناخد الكيرنر دي نديها مين؟ للكوادراتيك بروجرامنج زي ما قلنا، بنمشي في الايه بالخطوات بتاعتنا عادي. بعد كده بنطلع الايكويشن اللي هي الفئه الالفا دي اللي هي الكومبلكس فانكشن دي ماشي، اللي هي بتاعت لاجرانج رايت فين، عايز اوريها لك. اه هي دي ماشي. بناخد بقى الايكويشن بتاعت لاجرانج اللي فيها الالفا دي وندخلها على مين؟ وندخلها على الكوادراتيك ايه الكوادراتيك بروجرامنج تمام. آه والدوت برودكت خلاص احنا قلنا ان احنا هنجيبه بالكيرنل بتاعتنا، فهنشيل ده ونحط مكانه الايه الكيرنل بتاعنا. المهم ان احنا بعد ما عملنا كده يعني ماشي، فايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان هو قام جاي يرجع لك شويه سبورت فيكتورز. طب مين السبورت فيكتورز في الكيس بتاعتنا؟ الحاجات اللي هي متلونه بولد دي اللي هو الازرق ده ماشي والاحمر ده تمام. فاحنا هنا لو بصينا نلاقي ان احنا طلع لنا 4 سبورت فيكتورز بالزرق و5 سبورت فيكتور ايه وخمس سبورت فيكتور حب. فهم دول بالنسبه لنا اللي هم الايه اللي هم مين السبورت فيكتورز بتوعنا. فده معناه ايه؟ معناه ان انا رحت ليه بالرغم ان انا رحت لسبيس الدايمنشناليتي بتاعته انفينيت، الا ان انا في الاخر قدرت ان انا فعلا اطلع بريزلتس ماشي او اجيب فعلا الفاظ. الالفاظ دول بيعبروا لي عن مين؟ بيعبروا لي عن السبورت فيكتورز بتوعي. وده معناه ايه؟ معناه ان انا الايرور بتاعي هنا هيكون كام لو افترضنا ان دول عددهم 100 بوينت تمام؟ هما تقريبا دول كانوا 100 تقريبا، دول كانوا ان هم 100. فده معناه ان انا عندي ايه نسبه الايرور عندي تقريبا 9%. ليه 9%؟ لان احنا قلنا ان انا الايرور بتاعي هو بروبورشنال لعدد الايه لعدد السبورت فيكتورز الموجودين تمام. بس ولما جيت بقى ارسم، خد بالك بس من حاجه، ان انت لما يعني فاكر لما احنا كنا بنقول ان انا عايز اجيب المارجن بتاعي عشان اقدر اقول هو المارجن بتاعي قد ايه، احنا ما بنقدرش نجيب المارجن في الاكس سبيس. المارجن ما بيجيش غير في السبيس اللي انت جبت فعلا فيه او عملت فيه فعلا الايه اللينيرلي سيبربل. فالمفروض ان المارجن ده لو انا عايز اجيبه اروح للسبيس اللي فيها الايه اللي هي الانفينيت دايمنشن. ولكن انا بقدر ان انا اجيب مين؟ اقدر ان انا ارسم السيبريتنج فانكشن. ليه؟ لان هي ببساطه السيبريتنج فانكشن دي المفروض ان هي في الزد سبيس بيبقى لينير، ولكن انا معايا الايه؟ معايا الفاي اللي هي الفانكشن اللي بقدر احول بيها من الزد من الاكس للزد. فانا عادي اقدر اجيب برضو نفس اللاين ده بس في الايه؟ في الاكس سبيس. فهتلاقي انه ايه؟ هتلاقي انه او اصلا إيه ليه الفيكتورز او ليه البوينتس دي بيتسموا سبورت فيكتور؟ لان هم بص هم اللي بيحددوا لك الايه؟ السيبريتنج لاين يعني. بص هتلاقيك انت ماشي هنا البوينت دي بتقول لك لا ما تنزلش تحت، فتفضل ماشي هنا تيجي تخش شمال يقول لك البوينت دي لا خليك ايه؟ خليك في النص، البوينت دي برضو تسندك وهكذا. فهم اكنهم هم اللي بيحددوا لك الطريق اللي انت الايه؟ اللي المفروض تمشي عليه، اكنك بالظبط يعني بتسند عليهم اللاين او السيبريتنج سبيس اللي انت شغال عليه يعني تمام؟ بس فانت خلاص طلعت الايه التسعه سبورت التسعه سبورت فيكتورز بتوعك. فده معناه ان انت تقريبا الاي اوت بتاعك هيبقى في رينج 9% تمام. آه ولو عايزين نرسم السبريتنج لاين فالمفروض ان هو ايه هيطلع الاسود، هو مش طالع بالظبط زي الاخضر ولكن هو ايه هو برضه ستير ريلايبل يعني، عشان كده ايه في نسبه ايرور لان احنا قلنا في 9%. فده ايه ده بيبقى بسبب ان هو مش زي الاخضر بالظبط ماشي. آه بس فالخلاصه ان ديسبايت ان انت رحت اشتغلت في سبيس الدايمنشنات بتاعته انفينيتي، الا ان انت في الاخر برضه ايه قدرت ان انت تكسب الفايت وقدرت ان انت فعلا تطلع سيبريتنج سبيس يقدر ان هو يعمل لك سيبريتنج للبوينتس بتاعتك دي بالايه باستخدام الاس في ام موديل بتاعك تمام. وهنا دي النقطه بتاعت المارجن اللي انا كنت بقول لك عليها ماشي. آه بس وهنا برضو ده اكزامبل تاني على ايه اكزامبل تاني على الجاوسيان كيرنلز يعني. فبيقول لك والله بقى ايه الكيرنل بقى إيه؟ مش احنا كنا بنقول ان الجاوسيان في الجاما دي، فالجاما ده بالنسبه لي هو ليه هو الهايبر بارامتر. فبيقول لك الجاما ده بيكونترول ايه او ايه لازمته يعني؟ بيقول لك ان الجاما دي بتكونترول الويدث بتاع الجاوسيان كيرنل. يعني ايه بقى الويدث بتاع الجاوسيان كيرنل؟ يعني ببساطه بتقول لك والله لو انت عندك الجاوسيان فانكشن ار نارو يعني ده انت عندك لارج جاما، ده اللي هو في اني كيس اللي هو في الكيس بتاعت دي مثلا تمام تمام ففي الكيس اللي هي دي تمام انت هنا عندك مين؟ عندك لارج جاما. فمعنى ان انا عندي لارج جاما ده معنى ان انا عندي ايه
الجاوسيان فانكشن نارو. يعني ايه نارو؟ يعني انا حرفيا هروح اجيب لك كل بوينت، انا مش هخلي فيه اي حاجه غلط، انا مش هدي اي نوع من انواع التولرنس ان يحصل اي حاجه غلط، انا هروح اجيب لك كل البوينت. فهنا طبعا انت من الشكل ده يعني هيجي في بالك ايه بالظبط؟ الارم. الارم انا اكيد في هنا ايه، في هنا اوفر فيتنج، تمام؟ لان طبعا طبعا انت حرفيا لو جالك اي تيست بوينت ايا كانت، لو جالك تيست بوينت هنا هتعمل لها كلاسيفيكيشن ايه، هتعمل لها كلاسيفيكيشن غلط، تمام؟ فكل لما انت بتبدا ان انت تقلل الجمع ده بيخلي فيه تولرنس اكبر شويه في بيخلي فيه تولرنس اكتر شويه في الكيرنل بتاعك، فبيبدا ان هو ايه، بيبدا ان هو يقلل شويه الاوفر فيتنج، وفي نفس الوقت يديك ايه، يديك برضو باوند بس بيكون ايه سوفيستيكيتد، اللي هو يعني اكنه فاهم لوزي شويه، اللي هو يعني بيسمح ان انت تطلع ما بتفتش الداتا بالظبط، يعني بتدي براح كده للداتا بتاعتك، تمام؟ بس وطبعا المفروض الجامعه دي هنختارها ازاي بالظبط؟ بالفاليديشن، بنستخدم الفاليديشن عشان نقدر ان احنا نحدد ايه، هنقدر ان احنا نحدد الجامعه بتاعتنا، تمام؟ او بتقعد تجرب بقى، ماشي؟ هايبر بتعمل تيونينج يعني، تمام؟ طيب فالبروسيس دايما بتاعتك بتمشي ازاي؟ بتمشي ان انت ببساطه بتبيلد الكيرنل، بتمشي على شويه الخطوات بتوعت الاس في ام، ماشي؟ وتروح تنده على او باص الكيرنل للكوادراتيك بروجرامنج، يطلع لك الالفاظ. الالفاظ دول هم بيكونوا الحاجات اللي مش بزيرو، هم دول السبورت فيكتورز بتوعك، وتقول ان في الاخر الاي اوت بتاعي الماشي او الاستيميشن بتاع الاوت بتاعي هو بيكون عدد الايه، عدد السبورت فيكتورز على الايه، على الايه، ماشي؟ فهي دي الايه، دي الخطوات اللي احنا بنمشي بيها. طيب بعد كل بقى الكلام اللي احنا قعدنا نقوله ده ومش عارف ايه وهنعمل وجاوسيان، ماشي كل ده انا فهمت، بس الموديل بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ شكل الموديل بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ شكل الموديل بتاعك يا باشا هو عادي لينير موديل عادي جدا، بس هذا الساين ماشي، بس انا ببساطه بدل ما هنا كنت بحط الاكس والاكس ترانسبوز، انا هنا ساعتها ايه، احط الكيرنل بتاعتي، تمام؟ فكده انا معايا الشكل بتاع الموديل، هو ده الموديل بتاعك من الاخر اللي هو الجي اوف اكس، ماشي؟ طب والبي دي عبر عنها ازاي؟ نفس الكلام، بدل ما هنا برضو كان اكس واكس ترانسبوز، انا هنا بس ايه، هحط مكانها الكيرنل بتاعي، لان هو ده اللي بيعبر عن مين، اللي بيعبر عن الدوت برودكت ما بين الزد ترانسبوز زد، اللي هو في الاخر ايه بيطلع لي الريزلت بتاعي، ماشي؟ فهو ده من الاخر شكل الايه، هو ده الفاينل هايبوثيسز بتاعك، او هو ده الموديل بتاعك اللي انت هتوصل له في الاخر، تمام؟ وطبعا الكلام ده لاي الايه، فور اول سبورت فيكتورز، ان يكون الالفا مش بت ايه، مش بتساوي صفر يعني. آه جميل جميل جميل. طيب احنا لحد دلوقتي الدنيا ايه فاهمين، هو هنا برضو ايه، ده السلايد دي بتعبر عن نفس السلايد اللي فاتت، ماشي؟ ده نفس الحاجه بالظبط حرفيا. آه هنا بس بيحط مكان الزد الكيرنل، وهنا برضو بدل البي بدل الزدات برضو ايه بيحط الكيرنل يعني، ماشي ماشي. طيب وبعدين بقى بس وخلاص بقى، بيقول لك والله احنا دلوقتي لما هنرجع بقى للسبورت فيكتورز في الاوريجينال سبيس ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك والله سبورت فيكتورز ار اكشولي ان ذا ترانسفورمد زد سبيس. انا السبورت فيكتورز بتوعي بيكونوا مين؟ بيكونوا في الزد سبيس، لان ده المكان اللي انا فعلا قدرت فيه اجيب اللينيرلي سيبريتنج لاين، ماشي؟ وبعد ما قدرت اجيب اللينيرلي سيبريتنج لاين انا ايه؟ قدرت يعني انا عندي السبيس اهو ماشي، لما حولته للزد سبيس انا فعلا قدرت اجيب الايه؟ اللينيرلي سيبريتنج لاين، وبعد كده بطلع المارجن بتاعي والبوينتس اللي بتبقى على البوينتس اللي بتبقى على المارجن دي هم دول الايه السبورت فيكتورز بتوعي. فانا دلوقتي لو عايز اعبر عنهم في الاكس سبيس او الاوريجينال سبيس بتاعتي بعرف كده ازاي؟ اولا احنا ما بنقدرش نجيب المارجن، بس انا اقدر اجيب البوينتس، معنى كده كده معايا الكوردينيت بتاعتي ومعايا الفانكشن بتاعتي اللي هي عملت بيها الترانسفورميشن، فانا اقدر ايه، لو انا معايا الزد اقدر اجيب الانفرس بتاع الايه، بتاع البوينت دي، جميل؟ بس وهو فانا بقول لك في الاكس سبيس انا اقدر اجيب كده عن طريق ان انا اجيب الايه، البري ايمجز بتوعي. البري ايمج دي اللي هي اكني بجيب الانفرس بتاع الفانكشن، ماشي؟ يعني انا لو عايز اجيب الاكس فالاكس هتكون ايه، بتساوي الانفرس بتاع الايه، الفايف اكس، ماشي؟ بس فانا بقدر ان انا ايه، لو انا مثلا كنت بدور على الكلام ده في السيت سبيس هتلاقي ان هو في الاخر هيقدر ان هو ايه، يطلع لك الحاجات دي، يطلع لك السبورت فانكشنز او السبورت فيكتورز ايه بتوعك يعني، ماشي؟ وهتلاقي دايما ان هما بيحددوا الدايركشن بتاع الايه، حددوا الدايركشن بتاع ال اسمه ايه ده، بيحدد الدايركشن بتاع السيبريتنج بلين بتاعك في الاكس سبيس، ولكن هو في طبعا في الزد سبيس بيكون ايه، مجرد لينير لاين يعني، ماشي؟ وهنا الجنراليزيشن باوند كالعاده زي ما كنا عمالين نتكلم بقالنا كتير، ان هو مجرد بس ايه الاكسبكتيشن بتاع الايرور بتاعي، هو بيكون ايه، ليس ذان اور ايكوال نمبر اوف سبورت فيكتورز. وعرفنا الكلام ده ليه من الكروس فاليديشن سلايد اللي احنا كنا اتكلمنا فيها يعني، تمام؟ طيب انا دلوقتي خلاص يا عم، انا امين، انا مامن على كلامك، وانا مقتنع ان انا لو معايا الكيرنل ايا كانت الكيرنل اللي انت تديها لي خلاص زي الفل، انا اقدر ان انا اوصل لايه، للريزلتس والايرور بتاعي هقدر ان انا احسبه والدنيا جميله خالص. ولكن هيجيبنا لسؤال مهم جدا جدا جدا، ايه هو؟ انا اصلا ازاي هختار الكيرنل؟ يعني انا عرفت منين الكيرنلز، انت اللي جبت لي الكيرنلز اللي فاتت دول، انا عرفت منين ان هم دول الكيرنل المفروض اختارهم، او ان الكيرنل اللي انت هتديها لي دي اصلا فاليد؟ حلو، ده سؤال مهم جدا، تعال نخش بقى على السلايد الجاي ايه نجاوب عليه. والله هو في ثلاث طرق عشان نقدر ان احنا ايه نستخدم كيرنل معينه، او عشان نعرف ان اصلا في ايه
في زد اكزيست، تمام، عشان اعرف ان في زد سبيس اكزيست. فعندنا ثلاث طرق، اول طريقه اسمها الكونستراكشن، ثاني طريقه اسمها ميرسرز كونديشن، واخر طريقه خالص ايه دي برضه هنتكلم فيها نقطه مهمه يعني. تمام، اول حاجه خالص الكونستراكشن دي اللي هي ايه زي بتاعه البولينوميال كده. فاكر لما احنا كنا رحنا في الاول قلنا والله لو انا عندي زد سبيس ماشي، وقلنا ان انا الزد سبيس ده لو انا اشتغلت فانكشن سكند ديجري فساعتها بتطلع لي فانكشن كبيره كده، قلنا ان هي الفايف تيرمز مش عارف ايه، وقعدنا نحللها، وفي الاخر قلنا اه ده انا الكيرنل بتاعتي هتكون واحد زائد مش عارف الاكس في الاكس ترانسبوز سكوير، ماشي. الكلام ده كونسبشولي ليه بقى؟ لان انا ببساطه فكرت شويه وقلت بما ان انا عايز اشتغل على كيرنل سكند ديجري، يعني الزد دي لو هي سكند ديجري هتطلع لي الشكل ده، وبما ان انا عايز اوصل للشكل ده طب ما تعالى نفكر في فانكشن تكون قريبه من ايه؟ تكون قريبه من ان هي تطلع لي نفس الشكل ده، وفي الاخر طلعنا فعلا بنفس الشكل، ولقينا ان انا بس كل محتاجه ان انا احط ايه؟ روت 2. فده كونسبشولي او الكونستراكشن ده بفكر في الاول في المساله، وابدا اشوف المفروض السبيس اللي انا عايز اروح لها تبقى عامله ازاي، وبعد كده ابدا ان انا ايه؟ ابدا ان انا ابيلد الكيرنل بتاعتي بناء على الفكره اللي انا ايه الفكره اللي انا وصلتها. فدي ايه دي طريقه. تاني طريقه بقى اللي هي الايه ميرسرز كونديشن، ودي طريقه ماثيماتيكالي وثيوريتيكالي برضه، وهي صعبه الى حد ما يعني، ان هي بس انت ايه لو انت عايز تعمل كونستراكشن لكيرنل جديده لازم في شويه كونديشنز كده هنشوفهم في السلايد الجايه لازم تحققهم عشان تقدر ان انت تضمن ان فعلا الكيرنل اللي انت مطلعها دي هي ايه هي فاليد كيرنل يعني. تمام، وطبعا طبعا يعني الموضوع ده اكيد ايه قتل بحثا يعني، ففي ناس كتير قوي قعدوا ان هم يعملوا كيرنلز وقعدوا يدوروا فيها وكده. ففي زي تول بوكس كده انت ايه هتقدر بس مجرد انت تشوف المسألة اللي انت بتحلها وحاول تستخدم ايه كيرنل منهم، وهتلاقي انه اغلبهم بيحققوا الايه الميرسرز كونديشن. تمام، فدي تاني طريقه وهنبدا برضه نتكلم عنها بتفصيل في السلايد الجايه. اخر بقى طريقه خالص اللي هو ايه هو كيرز، مين مهتم اصلا، مين مهتم ان في زد سبيس ولا ما فيش، ايه بقى الفكره بتاعت الكلام ده؟ انت تقول لي لازم اهتم ليه، لان ببساطه كل الاناليسز اللي انا عملته اللي فات كان معتمد على ان انا هقدر الاقي سولوشن ان كيس ان كان فعلا في زد سبيس اقدر اروح لها. مش احنا كنا بقى بنقعد ندور ونثبت ان انا في فعلا زد سبيس يعني، هنا مثلا في الجاوسيان قعدنا نعمل الاناليسز الكومبلكس دي ثانيه كده بس، فاحنا بقى كان ايه كنا بنقعد بقى نعمل كل الاناليسز ده عشان نوصل لايه ان نثبت ان في زد سبيس فعلا موجوده. ولكن بقى بيقول لك ايه، بيقول لك ان بالتجربه قعدوا ان في ناس مجرد ايه ما بتهتمش اصلا هو في فعلا زد سبيس ولا ما فيش. انا ببساطه بما ان الموديل ده او الاس في ام موديل ده فعلا لما بحط كيرنل بيقدر ان هو يتشقلب كده وياكت از ماجيك وفعلا يوصلني فعلا لاجابات وكده، بيقول لك ايه انا مجرد هجرب، انا هجرب حظي يا عم، انا ايه هاخد شويه الكيرنلز كل الكيرنلز اللي انا اعرفها في الدنيا وابدا ان انا ايه وابدا ان انا رايت فين وابدا ان انا ايه هبدا ان انا اجرب كل الكيرنلز دي واشوف مين احسن كيرنل فيهم بتجيب لي اكيورسي، يعني هيشتغل ولا مش هيشتغل، فاهم؟ انا كده كده مش خسران حاجه يعني، انا فاهم اكني بجرب بس ابروتش جديد ويمكن يشتغل معايا. واكشلي في ناس كتير قوي فعلا بينفع معايا، انا مثلا في المشروع بتاع الماشين ليرننج ايه قعدت اجرب كل الكيرنلز وفي الاخر لقيت ان البولينوميال بالسكند ديجري هي احسن ايه هي احسن كيرنل، فاستخدمتها عادي يعني طلعت اكيورسي 99%، فكانت حاجه تحفه يعني على تيست 6 بس. فهي دي برضو ايه دي من الطرق اللي برضو في ناس كتير قوي بتستخدمها، ان هي بس مجرد ايه بتجرب حظك يعني، انت مش خسران حاجه حرفيا ماشي بس. فتعالى بقى نروح نشوف ايه الناس اللي هي فعلا كيرنج ان هي لازم تثبت ان في زد اكزيست، تعالى بقى نشوف بيعملوا كده ازاي. بيقول لك والله انت عشان تلاقي او تبقى الكيرنل اللي انت بتطلعها دي فاليد كيرنل لازم يحقق شرطين مهمين. اول حاجه ان الكيرنل بتاعتك تكون سيمتريك. طب يعني ايه سيمتريك؟ يعني احنا مش احنا بنقول ان الكيرنل بتاخد اكس واكس بار ماشي، ده معناه ان لازم ان الاكس اكس بار تكون بتساوي بالظبط الكي بتاعه الاكس بار ايه اكس بار اكس ماشي. دي حاجه مهمه جدا لازم تحققها في الكيرنل بتاعتك، دي اول حاجه. طب تاني حاجه في حاجه اسمها جرام ماتريكس. ايه بقى جرام ماتريكس دي؟ ان انت بتجيب الكيرنل وكل الكومباينيشنز بتوعه، يعني انا الجرام ماتريكس اللي هو هنا اكس 1 اكس 1 اكس 1 اكس 2 اكس 1 اكس 3 وهكذا لحد ايه اكس 1 اكس ان، وبعد كده بتبدا ان انت ايه ممكن تفكر فيها زي الكوريليشن ماتريكس كده، تمام، اللي هو انت بتجيب كل الكوريليشن وكل الكومباينيشنز بتاعت الايه ما بين الدايمنشنز بتاعتك ماشي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان انت في حاجه اسمها بوزيتيف سيمي ديفينيت ماتريكس. بيقول لك ان لازم البوزيتيف سيمي ديفينيت ماتريكس دي معناها ايه؟ معناها ان لازم ان لازم الماتريكس بتاعتك يكون الماجنتيود بتاعها اكبر من او بيساوي الايه؟ اكبر من او بيساوي صفر لاي ايه؟ لاي بوينت. ده معناه ان هي بوزيتيف سيمي ديفينيت ماتريكس. فبيقول لك ان انت لازم الجرام ماتريكس تكون ايه؟ تكون برضه هي كمان بوزيتيف لاي ايه؟ تكون بوزيتيف سيمي ديفينيت ماتريكس لاي ايه؟ لكل البوينتس اللي عندك في السبيس، تمام؟ الكلام ده مش بيبقى سهل ان هو يتحقق، وبرضه هو فيه تفاصيل اكتر بكتير، ولكن دي بس ايه مجرد بس نبذه تعرفك ان انت لو عايز تعمل كاستم كيرنل محتاج ان انت تعدي على ايه تعدي على الحاجات دي، وطبعا بقى ممكن تخش في تفاصيلها اكتر يعني، ولكن احنا ايه ناخد فكره بس وايه هنيجي بكره يعني ماشي.
ماشي. بعد كده بيقول لك بقى اخر حاجه خالص في السلايدز، عشان بعد كده نخش على الايه السوفت مارجن، فغالبا احنا هنوقف الفيديو يعني. يعني بيقول لك ان انت ممكن الاس في ام يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى اوفر فيتنج يعني. فبيقول لك والله النون لينير ترانسفورميشنز اند موفينج تو ا هيوج دايمنشنال سبيس ويز كيرنلز ريزلتس ان مور كومبلكس موديل. ليه؟ لان انا كل ما ببدا ان انا اطلع في الدايمنشنز، انا ببدا ان انا استخدم كومبلكس فانكشنز، والكومبلكس فانكشن بتريزلت ان ايه؟ ان كومبلكس موديلز. وبما اني بروح استخدم كومبلكس موديل، فهنرجع تاني لمشكله الايه؟ الاوفر فيتنج، ان انا بما بحاول ان انا افت الداتا بالظبط عشان اقدر ان انا ايه؟ الاقي الان سامبل ايرور بتاعي يكون قليل. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك then what about overfitting؟ فبيقول لك الاس في ام is robust to the overfitting، يعني هي الى حد كبير ما بتتاثرش قوي بالاوفر ايه؟ بالاوفرفيتنج. طب ليه ما بتتاثرش بالاوفرفيتنج؟ لان اول حاجه اصلا هي الهدف بتاع الاس في ام اللي احنا كنا بنعمله ايه؟ ليه انا اصلا بقعد اشغل بالي بالاس في ام؟ احنا كان عندنا 9000 لينير موديل ماشي، بقدر ان انا اقدر ان انا اطلعه. يعني كان عندي المودلز مثلا، لو انا عندي الداتا كده، فاحنا كنا بنطلع موديل عامل كده وموديل عامل كده وموديل مش عارف عامل كده. فاحنا اصلا كل الاناليسيس ده كنا بنعمله ليه؟ عشان ببساطه اقدر ان انا المارجن اللي هجيبه يكون اكبر مارجن يديني ايه؟ يديني روبستنس على النويز، ان انا ببساطه البوينت اللي انا هجيبها دي تكون المارجن بتاعها. يعني مثلا لو احنا عملنا كده ماشي، البوينت اللي انا بوصل لها او السبورت فيكتور بيكون مديني مارجن كبير قوي عن الايه؟ او مساحه عن اصلا السبريتنج لاين. فانا بيبقى عندي كل السبيس دي او المارجن ده بيكون هو السبيس بتاعي، ان انا بتولريت النويز بتاعي فيه. فعشان كده انا ببقى ايه؟ لحد ما روبست للنويز بتاعي. تمام؟ تمام ماشي. فبعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك طبعا ده ان كيس ان الدي في سي ماشي، نرجع بقى لحوارات الفي سي دايمنشن الكلام ده، لو هي ما كانتش ايه؟ ما كانتش لارج يعني. بعد كده بيقول لك والله الفي سي دايمنشن ماشي اند كروس فاليديشن ايرور كان بي كنترولز ان تيرمز اوف نمبر اوف سبورت فيكتورز اند ذي ار نوت دايركتلي لينكد تو هاير دايمنشن سبيس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطه احنا بنقدر ان احنا نتحكم في الفاليوز بتاعت الكروس فاليديشن والفي سي دايمنشن عن طريق الايه؟ النمبر اوف سبورت فيكتورز. وعشان كده كنا بنقول دايما ان انا بحاول ان انا ايه؟ الاقي حاجه يكون النمبر اوف سبورت فيكتورز فيها قليل ماشي. يعني كل ما كان قليل كل ما نسبه الايرور كانت اقل، وكل لما ايه بقدر ان انا اتحكم في الفاليوز ماشي. بس يقول لك برضو ستيل مش معنى ان هي روبست ان هو ما بيحصلش. هو يقول لك لو حصل اوفر فيتنج يعني، فانت ممكن ان انت تعمل له كنترولنج ازاي؟ تبدا ان انت تسيت السي بارامتر. هنبدا يعني برضو نشوف ايه السي بارامتر والكلام ده في الايه؟ في السوفت مارجن يعني. فانت بتبدا ان انت تعمل حاجه من الثلاثه دول. اول حاجه ان انت بتستخدم او بتعدل السي بارامتر، والسي بارامتر ده زيه زي بالظبط السي لما كنا بنعمله في الريجولاريزيشن، حاجه شبهه جدا يعني. تمام؟ فدي اول طريقه. ثاني طريقه ان انت تستخدم كيرنل احسن ماشي. واخر حاجه خالص ان انت بتعمل ايه؟ فارينج ذا كيرنل بارامتر. تبدا بقى ان انت فاكر الجاوسيان لما كنا قلنا في جاما، ابدا ان انت غير الجاما. لو انت مثلا عندك السي ابدا غير السي. البارامترز بتاعت الكيرنل اللي انت شغال عليها ابدا ان انت ايه؟ غيرها باستخدام الفاليديشن عشان تقدر ان انت توصل لايه؟ يكون اوفر فيتنج عندك ايه؟ قليل. يعني تبدا ان انت تمينيمايز الاوفر فيتنج على قد ما تقدر ماشي. بس وهنا كان اكزامبل بس بيوضح الايه؟ النون لينير اس في ام اكزامبلز. فبيقول لك ان انت هنا مثلا عندك الكيس زي دي مثلا والكيس زي دي، فيقول لك these are two examples of complex non linear اس في ام hypotheses that don't overfit ماشي. ليه ما بيحصلوش overfit؟ لان هم اصلا كنترول يعني بيتم التحكم فيهم بايه؟ بعدد صغير من السبورت ايه؟ فيكتورز اللي عندنا، اللي هم البوينت دي والبوينت دي واللي هم البوينتس دول. فانت بيبقى عندك ايه؟ شايف كل المارجن ده بيسمح لك ايه؟ بنويز توليرنس. كل ده نويز توليرنس بيبدا ان انت اي بوينت بتيجي فيهم بتبدا ان هي ايه؟ يحصل لها كلاسيفيكيشن بشكل كويس يعني ماشي. فالفيديو بقى الجاي ان شاء الله، عشان الفيديو ده غالبا هتلاقيه عدى الساعه اظن، هتلاقي ان ايه؟ هنشرح بقى فيه سوفت مارجن يعني. والسوفت مارجن ببساطه هو بس فكرته كلها ايه؟ ان انا هسمح يكون فيه ايرورز، هسمح ان انا مش لازم ان انا اللاين او السيبريتنج لاين اللي احطه يكون بيعمل يعني بيعمل كل حاجه صح اكوردنج. فاكر الكونديشن ده لما كنا بنقول ان الكونديشن ده لازم يحصل له ساتسفاينج قصدي، وده كان بيأسيوم ان الايه؟ ان الاس في ام بتاعك بيكلاسيفاي كل حاجه صح. ولكن انت هنا ايه؟ في السوفت بقى بتسمح بشويه ايه؟ بتسمح بشويه ايرور يعني ماشي. وده عشان نافويد الاوفر فيتنج والكومبلكس موديل والكلام ده. تمام؟ فاشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.